مساء الخير على كل هو وكل هنا بيتفرجوا علينا دلوقتي. يوم جديد وقعدة جديدة من قعداتنا في هو هنا. عندنا حاجات كتير جدا هنقولها لحضراتكم، لكن خلوني في البداية ارحب بمي ومرو. اخباركم ايه؟ كويسين الحمد لله. ازيك انت؟ الحمد لله تمام. مساء الخير على كل مشاهدي قناة المحور. زي ما انتم متعودين فقراتنا دايما مختلفة ومتنوعة، ولسه كلامنا على القضية الفلسطينية والتطورات والاحداث اللي بتحصل في غزة مخلص. بس قبل ما ندخل في اي تفاصيل خلوني اسلم على مروه. ازيك يا مي؟ عامله ايه؟ ازيك يا نرمين؟ ازيك يا مروه؟ طبعا في البدايه بسلم على حضراتكم. النهارده يوم جديد وقعده جديده من قعداتنا في هو هنا. يا رب النهارده فقراتنا تعجب حضراتكم، لان النهارده كلامنا عن القضيه الفلسطينيه زي ما مي قالت لسه مستمر، واللي بيحصل فيها لاخواتنا في غزه وفي فلسطين يعني اباده جماعيه وحاجات صعبه جدا ومشاهد مؤسفه ومؤلمه على ايد الجيش الاسرائيلي الخسيس، اللي احنا فعلا مش عارفين اخره الموضوع ده يعني ايه اللي هيحصل بعد كده. لازم نلقي الضوء بقى في حته مهمه جدا عن دور مصر ودور الدوله المصريه اللي بتعمله مع فلسطين. بتبذل جهود كبيره جدا 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 من خلال طبعا مساعدات عبر معبر رفح والمساعدات اللي بيقدموها واستقبال الجرحى ومعالجتهم في مستشفى العريش، وحاول بنحاول ان احنا نوجد، الدوله طبعا بتحاول تشوف حلول دبلوماسيه مع العالم كله عشان نوقف الضرب والقصف. حقيقه احنا كلنا بنشوف مشاهد ما بنقدرش نكمل يومنا الطبيعي، فدي حاجه بتبقى صعبه جدا جدا. والنهارده بنحاول نتكلم عن دور مصر ان هي ازاي بتساعد الاخوات اخواتنا في فلسطين ودعمهم بشكل كبير جدا. مش بنتكلم بس كمان عن الدوله، عننا كاعلاميين او فنانين او اي حد صاحب محتوى يحاول ان هو يدعم. اعتقد هو دور كل واحد فينا يا مروه، ان كل واحد فينا ليه دور حتى لو دور صغير. يعني احنا دورنا كاعلاميات ان احنا دورنا بسيط، ان احنا بنحاول نوصل الصوت للعالم العربي والغربي. المؤثرين بقى اللي على السوشيال ميديا اللي هم البلوجرز والانفلونسر ليهم دور مهم جدا جدا جدا، لان صوتهم بيوصل. صوتهم بيوصل، عايزه اقول لك ان هم بيبقى عندهم فولورز كتير جدا واجانب كمان، يعني في ناس بنشوف هم واصلين لبره اكتر لان هم بقوا منتشرين بشكل كبير جدا. والسوشيال ميديا دلوقتي بقت حاجه زي الطلقه كده زي الصاروخ بتوصل للعالم كله. فطبعا احنا من خلال برنامج هو هنا بنحاول نقول لكل المؤثرين او اصحاب المحتوى اللي عندهم صفحات فيها فولورز كتير يعملوا ان شاء الله فيديو بسيط دعم بسيط لاخواتنا في فلسطين. فده متهيألي بيديهم روح معنويه اكتر، بيدعم بطريقته. وانا شايفه كمان ان القوه الناعمه هنا في مصر يعني ليها توظيف كبير قوي في دعم القضيه الفلسطينيه هنا. يعني في لفته جميله قدمتها مصممه الديكور زينب الجمل مع تلاميذ المدرسه اللي بتشتغل معاهم، انها توصل لهم رساله ليهم، خاصه ان هم مش عارفين ليه اطفال زيهم بيموتوا. من خلال ديكور مجسم عباره عن بنت بترمز لفلسطين وقبه الصخره وعالم فلسطين. تعالي نشوف من زينب نفسها ازاي قدرت تفهم الاطفال المعاني الجميله دي. زينب انا برحب بيكي في هو هنا. الو زينب سامعاني؟ سامعاكي، اهلا بيكي. برحب بيكي في هو هنا. ايوه كلميني بقى عن فكره الديكور او المجسم اللي عملتيه في المدرسه. بصي، وانا جاتني الفكره ان كان في طالب بيسال هو ليه الاطفال دي بتموت، يعني ليه الاطفال دي كل يوم احنا بنشوفها على الانترنت ان هي ليه بتموت وليه اللي بيحصل في فلسطين وايه الفرق بقى. احنا بقى كنا عايزين نعرفهم ايه الفرق بقى ما بين المسجد الاقصى وقبه الصخره والحاجات دي. فانا قررت ان انا اعمل ديكور يوفر رساله معينه للكبير وللصغير مش للاطفال بس. فجسدت فلسطين نفسها في بنت جميله ليها جناحات زي الملك، بس طبعا اطفالها كلهم بيقتلوا. وجنبيها عملت جزء تعليمي اللي هو انا عملت خريطه فلسطين وطبعت بعض معلومات عن كوبات فلسطين وعددها وابوابها والفرق بين قبه الصخره والمسجد الاقصى. احنا شايفين المجسم دلوقتي قدامنا مليان بالتفاصيل الحقيقه. هو انا صممت ان انا اعمله كده، صممت ان انا اعمله ان هو يكون جميله جدا، يعني هي جميله جدا بكل معانيها وترمز ان هي ملك واطفالها كلهم بيباتوا الان. ودي حاجه طبعا كلنا كل العالم مش مصر بس، كل العالم زعلان وحاسين عليها.
فطبعا لما الاطفال بتيجي تسال هو ليه طفل زي بيموت، فانت لازم تعرفه الاول هو هم ليه هناك بيقتلوا الاطفال. فاحنا ببعض معلومات كده باتفاق مع اداره المدرسه فضلنا ان احنا نعلمهم الاول، نعرفهم بعض المعلومات عن فلسطين وبعد كده نعرفهم هو ليه احتلوا بلدهم وبعدين هو ليه طيب بيضربوهم دلوقتي والكلام ده وازاي ندافع عن ارضنا. يعني هم دلوقتي الاطفال دول بيتصلوا هناك وبيدافعوا عن ارضهم، فاحنا عندنا برضو نقطه قصه يعني بعد شر علينا وربنا يحفظ بلدنا يا رب باذن الله. فازاي ان البني ادم يفضل قاعد في ارضه لحد ما لو حصل ايه؟ يعني انت قاعد موجود جوه ارضك بتحارب عشان ارضه دي اللي هي بيته، ما هو الارض دي هو ده بيتي او ده موطني انا يعني. طيب أستاذة زينب أنا عايز أسأل حضرتك سؤال، إزاي الأطفال تفاعلوا معاكي يعني أو اندمجوا معاكي وقدروا يتفهموا إن في أطفال زيهم بيموتوا وهم تفاعلوا معاكي في المجسمات دي؟ يلزم أرضه ويلزم مكانه ووطنه ويدافع عنه لحد. أستاذة زينب هستأذنك بس النتورك عندك وحشة، فممكن تقفي بس في مكان فيه السيجنال كويسة، الشبكة عندك مش أحسن حاجة. حضرتك سمعتي السؤال ولا اقول لحضرتك تاني؟ استاذه زينب طب احنا ممكن نحاول نكلمها مره تانية، التليفون فصل. بس على فكره دي حاجه حلوه قوي، شفتوا الصور واحنا بنكلم استاذه زينب الصور الاطفال، انا شفت بنت صغيره جدا يعني بنت دي لا تتعدى الاربع سنين واقفه، ويعني واضح ان لا بقى في وعي من الاطفال الصغيرين. طبعا انا بيبقى الواحد زي ما بقولوا كمان مرين ان في معلومات كتير قوي عن المجسمات زي ما شفنا طبعاً. يعني الناس لسه مش عارفه الفرق بين قبه الصخره ومسجد الاقصى يعني في معلومات فعلا مفيده وصغيرين في السن ده ان هم يعرفوها، دي حاجه مهمه جدا حقيقي جدا حقيقي. جدا طيب خليني اقول ان زي ما انا كنت لسه بقول ان الواحد بيشوف، بصي يعني الاطفال بيرسموا على وشهم وبيتعلموا بلاش مش هنقول رفاهيه، بيتعلموا. تعالي شوفي الاطفال هناك يا حبايبي، لا تعالي شوفي الفيديو اللي نزل من فتره اللي هو احنا شايفين الطفل الاسرائيلي او طفل العالم عايش ازاي، مامته بتغطيه وجايبين بقى يعني جايبين بقى الطفل على العكس في فلسطين وهو على الارض. طب مروه استاذه زينب رجعت بقى، طب احنا معانا رجع التليفون تاني. استاذه زينب الو ايوه معاكي، كنت بسال حضرتك ازاي الاطفال تفاعلوا معاكي في المجسمات دي وقدروا يتفهموا ان في اطفال زيهم بيموتوا ويعني يتجاوبوا معاكي في كل المجسمات دي؟ هم طبعا هم كانوا زعلانين جدا، ويعني هم اول ما شافوا الديكور طبعا هم فهموا اوريدي، بس كانوا زعلانين وطبعا في تساؤلات كتير اللي هو ليه بقى زي ما انا قلت لك من شويه ليه بيوصلوا هناك وليه طب احنا ليه ما نجيبهمش عندنا والكلام ده. عندهم اسئله كتير طبعا. اسئله كتيره، فطبعا احنا باتفاق زي ما قلت لحضرتك مع اداره المدرسه ان احنا كنا لازم نعرفهم معلومات ان يعني ده الاحتلال ان هو محتل ارضهم وهم لازم يدافعوا عنها، واي حاجه زي كده بيبقى ليها ثمن، وطبعا الاطفال بتبقى هي الثمن لحاجه زي كده. طيب استاذه زينب انا بشكرك شكرا جزيلا على المجهود الجميل اللي حضرتك عملتيه، لان احنا اولادنا زي ما بنقول هم ما بيشوفوش للاسف غير فيديوز ضرب وقتل ومش فاهمين هو بيحصل ليه، وشفت في الصور اللي احنا بنعرضها دلوقتي واحنا بنتكلم مع حضرتك اطفال صغيره لا تتعدى 3-4 سنين يعني ماكسيمم 4 سنين. سؤالي بقى لحضرتك المدرسه اللي حضرتك رحتيها دي مدرسه حكومه ولا خاصه؟ لا مدرسه انترناشونال. طيب انا بقى بطلب من حضرتك مطلب شخصي ان تعملي مبادره تلفي على المدارس الحكوميه وعلى المدارس الخاصه وعلى المدارس الدوليه يعني زي ما بقول تعرفيهم، لان زي ما بنقول احنا طبعا من خلال المناهج الدراسيه المحترمه بيدرسوا الكلام ده، بس لما بيشوفوا الحاجه تبقى مرئيه غير تبقى مسموعه. ايوه طبعا هو كده بيوصل رساله كمان، يعني هو بيوصل رساله من غير ما انت تتكلمي، هو الديكور اصلا بيتكلم لوحده يعني هو اوريدي انت بيبقى في تساؤلات كتير لما حد بيشوف حاجه زي كده. طب انا حضرتك كمان خاطبتي العقول يعني العقول بتاعتهم ونزلتي باعمارهم وفهمتيهم ده من خلال ديكور او صور مجسمه. بالظبط كده. ابرز الاسئله اللي سالوها لحضرتك ايه الاولاد؟ ابرز الاسئله اللي هو ليه حرام ان طفل صغير زيي ما عندوش امان ليه؟ طبعا يا حبايبي طبعا انت لازم تعرفين هو الامان مرتبط بحكومه بلده والكلام ده زي عندنا كده الحمد لله، فهم هناك ما عندهمش كده.
يعني للاسف هم اللي بيدفعوا ثمن الاطفال. حقيقي. للاسف. انا بشكرك يا استاذه زينب، وهستنى من حضرتك تبعتي لنا ان انت نازله تلفي على المدارس، وكاميرا هو وهن تبقى مع حضرتك مرافقه لحضرتك، ونلف كده على المدارس ونشوف كمان ردود افعال الاطفال. انا بشكرك، شكرا جزيلا استاذه زينب. ميرسي ميرسي حضرتك، شكرا. والله مهم ان احنا نعرف ولادنا طبعا. على فكره بقى مالهاش علاقه مدارس حكوميه مدارس خاصه، لا يعني محتاجين ده جيل كامل مش ملم قوي بتاريخ القضيه الفلسطينيه، فلازم نشتغل جدا الموضوع ده. دي حقيقه. طيب خلونا نشوف معانا برضو فيديو دلوقتي بتاع طفل لطيف جدا، ولد جميل يعني الحقيقه، بسبب الكهرباء طبعا هناك بتقطع كتير جدا بشكل غير طبيعي بسبب القصف والحاجات اللي بتحصل هناك كتير. فالولد يا حبيبي عنده خجل وعنده حياء وهو رايح بيشحن الموبايل بتاعه عند جيرانه على غرار بقى يعني قوات الاحتلال. نفسي والله اغلط بس يعني مش قادره عشان التلفزيون. فاشي. يعني تعالوا نشوف الفيديو بتاع الولد الجميل اللي يعني زي ما بنقول على حياء شديد جدا، هو بيطلب ان هو يشحن موبايله وهو في بلده وهو في ارضه وهو في وطنه. تعالوا نشوفه ونرجع لكم تاني. زي ما تشوفوا يا جماعة احنا رايحين عند الجيران نشحن. والله خايفين من الحرب، بدنا كهرباء من تحت الحرب. شايفين ظلم على اخر ظلم، انه الحرب امام انه الحرب. زهقنا احنا واحنا رايحين جايين نشحن جوالاتنا عند الناس، عيب والله عيب يا ناس، والله عيب. سلام يا الله. شفنا مع حضراتكم فيديو من الفيديوهات المؤثره جدا جدا. احنا لما بتتقطع عندنا الكهرباء ساعه احنا بنتجنن، الميه لما بتتقطع ساعه احنا بنتجنن، دول قاعدين في ارض مش عارفين اللي جاي بعد كده ايه. طفل رايح بكل خجل رايح يشوف بس كهرباء يشحن تليفونه عند احد الجيران، طبعا دي حاجه مؤلمه جدا. شعب يعني طالع قوي جدا جدا هيطلع بعد كده. انا مش عارفه يعني العيال دول هيطلعوا اقوياء جدا. حقيقي. جدا مش هيبقى عندهم اي عواطف طبعا من الحاجات اللي شافوها. اللي شافوا اخوه بيموت، اللي شاف ابوه بيموت، اللي شاف امه بيموت، مشاهد صعبه مؤثره جدا. بس احنا كل حياتنا ان هم هيعيشوا برده بترومز. بس احنا احنا ككبار هيعيشوا بترومز طبعا طبعا اكيد. احنا كمان ككبار مش قادرين ان احنا نمارس حياتنا بشكل طبيعي، نفسيتنا كلنا تعبانه جدا، مش قادرين ان احنا نتخطى الازمات دي بمجرد ان احنا بنشوف فيديوهات مش في بلد. والواحد احنا لما الواحد يعني احنا يعني اما بسيب بيتي شويه مثلا ويحصل حاجه في البيت عندي وراح اقعد عند مامتي ببقى متضايقه او ربنا عايزه بيتي، انا عايزه اقعد في بيتي، عايزه سريري، عايزه حاجتي. فدول بجد الاطفال دول بجد الله يكرمهم. وعايزه اقول لك ان العالم كله مستغرب هما ازاي الاحتلال الاسرائيلي مش متاثر بالمشاهد دي. الناس دي ايه؟ حسبي الله ونعم. لا دول مش ناس. دول مش ناس حقيقي، دول مش ناس. طيب خلونا بقى نطلع على الفاصل ونرجع نبدأ أولى فقراتنا الحوارية في وهن. ولسه أكيد مكملين مع حضراتكم فقراتنا في هو وهن، وكلامنا أكيد عن المرأة ما بيخلص، سواء بقى مرأة مصرية سواء مرأة فلسطينية، أي مرأة من مختلف الجنسيات. النهارده معانا بنت يعني ان شاء الله كلها كام شهر وهتتخرج وتبقى دكتوره قد الدنيا، وهي داليا غزلان. داليا غزلان بتعمل ايه في مبادره اسمها انتي الاهم؟ دي مبادره واحده من المبادرات الطبيه الحقيقه هدفها الوعي الصحي للسيدات والبنات. خلونا نعرف تفاصيل اكتر بقى عن المبادره دي مع ضيفتي العزيزه اللي منوراني النهارده داليا غزلان، وكمان هي بتقدم محتوى طبي مهم جدا. داليا اهلا بيكي. ازاي حضرتك عامله ايه؟ تمام الحمد لله. ان شاء الله كلها كام شهر ونقولك دكتوره داليا رسمي بقى خلاص. ميرسي قوي. بالتوفيق ان شاء الله. ربنا يخليكي. انت الاهم. ايه بقى انت الاهم؟ احكي لي عن المبادره دي. هي مبادره دكتوره عمرو حسن استاذ امراض النساء والتوليد في القصر العيني ومستشار وزير الصحه قرر ان هو يبداها من 2016 علشان يقف جنب المراه ويساعدها، وفي نفس الوقت يبقى في تنميه مستدامه جنر ايكواليتي او تساوي بين الجنسين، في نفس الوقت يساعدها اقتصاديا ماديا في نفس الوقت اجتماعيا صحيا، يزود على الوعي يعني عامه، وكمان علشان هي برضو الحالات اللي بتجيله حالات متاخره جدا،
فهو حاول ان هو يساعدهم بطرق كتيره بحيث ان هي تبقى عارفه الحاجات اللي بتمر بيها يعني تمسكها من اولها بدل ما تيجي في الاخر لا يعني ما تجيش متاخره بحيث ان حد يقدر بتعملوا حاله من التوعيه للبنات والسيدات بتستهدفوا عمر او سن معين لا كل الاعمار كل الاعمار يعني من البنات الصغيره للشباب لغايه السيدات الكبار صحيح. طيب انت في المبادره دي بتقدمي الشق الطبي او المحتوى الطبي وبتعملي فيديو يعني انت ما شاء الله سنك صغير جدا بس ما شاء الله زي ما انا بقول يعني تبقي دكتوره قد الدنيا انت تخصصك ايه لا التخصص بعد لسه بعد ما تتخرج بشويه ان شاء الله ان شاء الله ناوي على ايه طب ناوي تتخصصي ايه يعني ان شاء الله امراض نساء وتوليد ان شاء الله بالتوفيق يا رب ان شاء الله ان شاء الله بتعملي فيديوز بتقدمي محتوى محترم وده اللي احنا كلنا يعني لساننا دلدل زي ما بنقول ان عايزين الناس كلها تقدم محتويات محترمه محتويات هدفها تفيد المشاهد او تفيد الفولورز بتوع حضراتكم ايه نوع المحتوى اللي بتقدمي ايه يعني بتقدمي حاجات توعويه بتقدمي ارشادات بتقدمي ايه في المحتوى بتاعك بقدم فيديوهات مبسطه يعني في اقل من دقيقه بقول مثلا معلومات عامه عن الصحة يعني بوعي البنات أو السيدات أو حتى مش سيدات بس كمان مثلا ممكن تبقى في عادات بنعملها يوميا أو حاجات بنعملها بتأذينا وإحنا مش واخدين بالنا فأنا مثلا لازم أقول لها خلي بالك دي مثلا مؤذية وأضرارها واحد اتنين تلاتة مثلا أتكلم عن الأعراض اللي ممكن حد فينا بيجيله الأعراض دي أقول لها مثلا الأعراض دي لأ خلي بالك لو جاتلك تروحي عند الدكتور كذا فبوصلها بالناس اللي هم فعلا ممكن يساعدوها سواء كان في دكاترة من خلال المبادرة كمان ممكن بيساعدوا صحيح يعني مجانا ولا لا مجانا مجانا في استشارات طبية مجانا هي. وفي على أرض الواقع في كمان قوافل بتروح أماكن بسيطة محتاجة مساعدة محتاجة دعم محتاجة علاج مجانا برافو والله حاجة كويسة جدا الأحداث اللي احنا فيها كل العالم بيتكلم عنه أحداث صحيح. غزة والقضية الفلسطينية من خلال المبادرة بتاعت انتي الأهم ازاي انتوا بتقدموا الدعم أو بتدعموا المرأة الفلسطينية أولا احنا لازم نبقى عارفين دلوقتي في 50,000 واحدة حامل في غزة وناويين يولدوا في الأيام اللي جاية يعني حوالي يوميا 150 واحدة بتولد ده غير طبعا الحالات اللي هي الإجهاض أو المضاعفات طبعا لأنه مفيش مستشفيات مفيش أي عناية صحية مفيش تجهيزات أصلا مفيش أي حاجة خالص مجهزة للسيدة الحامل تقدر حتى أنها تولد أصلا في مكان نظيف مكان آمن مكان طب بعد الولادة هل هي هتعرف تعتني بنفسها وتعتني بالبيبي دي كلها حاجات صعبة جدا فأقل حاجة ممكن نعملها أن احنا نجمع تبرعات ونجمع فوط صحية لأن دي طبعا مش رفاهية دي حاجة أساسية بس هتبقى صعبة جدا أن هي تلاقيها هناك بسبب أن كل حاجة غير متوفرة احنا معنا أعتقد فيديو احنا معنا هنشوفه يا جماعة معنا فيديو للحس على ضرورة التبرع بالفوط الصحية صحيح. وأكيد ليها أضرارها نعرفها منك تعالي نشوف الفيديو ونرجع أوكي تعالوا نشوف الفيديو ونرجع لكم تاني صندوق الأمم المتحدة للسكان أعلنوا إن في 50,000 ست حامل في غزة دلوقتي ومنهم 5,000 داخلين على ولادة الأيام اللي جاية. ما نحن عارفين إن نص سكان غزة سيدات أو بنات. طبعاً بتجيلهم البيريد أو الدورة الشهرية. للأسف بسبب انقطاع الأكل والشرب والكهرباء وكمان الوحدات الصحية هم مش قادرين يلجأوا لأي حد يساعدهم في الفترة الصعبة دي. طبعاً لو مش متاح ليها البادز أو الفوط الصحية سواء كان أيام الدورة أو بعد الولادة للأسف ممكن يسبب لها التهابات في المجرى البولي أو سرطان عنق الرحم. للأسف السيدات الحوامل دلوقتي معرضين ان يحصل لهم اجهاض بسبب التوتر والقلق والخوف والصدمات النفسيه اللي بتحصل لها كل ثانيه بما ان الحمد لله المساعدات ابتدت توصل لهم دورنا دلوقتي ان احنا نتبرع لهم ببعد او فوط صحيه او حتى فوط ما بعد الولاده بتحميها من مشاكل كتير وامراض كتير ممكن فعلا تسبب الوفاه وزي حملات تبرع كتير قررت انت الاهم تجمع التبرعات والفوط الصحيه علشان نوصلها لاهل غزه وده الحساب البنكي بتاع انت الاهم وكمان ده العنوان اللي ممكن توصلوا عليه كل الفوط الصحية والمساعدات اللي انتوا عايزين تبعتوها لأهل غزة ياريت نعمل شير الفيديو لأكبر عدد من الناس عشان نعرف نساعد سيدات وبنات غزة يعني اتكلمت عن موضوع مهم جدا ممكن الناس تقول لك ايه يا عم الفوط الصحية يعني ايه يعني فخلينا نعرف أهمية استخدام الفوط الصحية للمرأة الحامل وهل ليها أضرار ان هي لو ما استخدمتش الفوط الصحية؟ الفوط الصحية دي حاجة أساسية في أي بيت في الحياة يعني ما ينفعش أقول دي رفاهية يعني ممكن أجيبها وممكن أيام ما أجيبهاش صح فدي حاجة طبية في حد ذاتها هي اسمها فوط صحية يعني هي صحية بتحافظ على نظافتك الشخصية صح. لأنه طول ما أنت نظافتك الشخصية تمام مش هتلاقي فيه نمو في البكتيريا مش هتلاقي فيه التهابات وهكذا طيب أنا ما عنديش فوط صحية أقدر أغيرها على الأقل كل 3 ساعات هيبقى عندي تراكم في البكتيريا والبيئة المحيطة في المنطقة دي هتبقى ملتهبة جدا هيطلع الموضوع اللي فوق وممكن يتفاقم انه يوصل مثلا لقنوات فالوب ودي ساعتها لو حصل لها انسداد
ممكن تعاني من مشكله العقم بعدين. فالموضوع كبير يعني، يعني الموضوع ممكن يكبر من حاجه بسيطه او من حاجه صحيح. صغيره جدا. طيب خلينا اسالك برضو، بتدعموا ازاي المراه الفلسطينيه؟ ايه ممكن نعمل تاني او بتدعموهم انتوا ازاي؟ احنا عارفين ان في طبعا مؤسسات كتيره بتلم تبرعات وادويه وكل حاجه ممكن نبعتها عن طريق الهلال الاحمر. بس الفكره ان مبادره انت الاهم مش بس بتجمع تبرعات وكده، ممكن كمان تقدم زي عشان الصحه النفسيه، في دكاتره يعني بيكرسوا وقت من يومهم عشان بس يساعدوا الفلسطينيين سواء في مصر او غير مصر، ان هم يساعدوهم نفسيا. في بقى حلقات للتوعيه النفسيه او يعني قعدات كده بتحاولي ان انت تهيئي الشخص ده نفسيا وتحاولي تعالجي مهما كان صدمات مرت بيه ايه. طبعا في ناس كتيره خسرت اهلها هناك وموجودين في مصر. في طلبه هنا في الجامعات المصريه بالزبط. من فلسطينيين، في مبادره اسمها انت مش لوحدك او انت مش لوحدك، دي بتحاولي تساعدي الطلاب الفلسطينيين، وبدات في جامعه عين شمس صراحه. وكمان في دكاتره نفسيين كتير جدا تطوعوا. مهم جدا الجانب النفسي او الشق النفسي، لان اعتقد بعد حتى لو هم هنا في مصر بس شايفين اخواتهم ولادهم اخوات يعني قرايبهم اهاليهم امهم وابوهم هناك، المناظر احنا شخصيا اعصابنا بتتعب لما بنشوف الحاجات دي، فما بالك هم قاعدين هنا مش عارفين يوصلوا لهم، مش عارفين يتواصلوا معاهم، نفسيا اكيد بيبقوا مدمرين جدا. يعني ان شاء الله حتى بعد ما يعني القصف ده يبطل او يعني الحاجات دي تخلص ان شاء الله، هيمروا بمشاكل نفسيه بعدين. يعني هيبقى الطفل اللي طول النهار بيسمع اصوات قصف وشايف مامته بتموت وده في دم وده كذا، ده لما يكبر مش هيكون سوي، ده هيكون بيعاني من نواحي كتيره جدا. فالنفسيه طبعا مهمه جدا دلوقتي. في ناس مشاركه معاكم في المبادره بتاعت انت الاهم من الطلبه؟ لا، من غير مصريين. غير مصريين بيجوا يكلمونا بقى على البيج، يبعتوا لنا مسجات احنا محتاجين دعم نفسي، محتاجين دعم من كل بقى الجوانب. بس هي الفكره انه بيبقى في معظم الوقت زي حملات كده اسبوعيا بننزلها، بحيث انه الشخص يضغط على اللينك ويكتب اسمه مثلا او الايميل واحنا نتواصل معاه فنوصل لهم. طيب خليني ارجع تاني لمبادره انت الاهم، وزي ما احنا قلنا ان هي فيها كذا شق. في شق طبي، في شق انت قلتي لي فيه كمان ستايلنج او يعني ماركتينج كمان. قولي لي بقى فيها ايه. في احنا كذا حد في التيم، تيم مثلا خاص بالتوعيه اللي هو مثلا انا بعمل فيديوهات صحيه وهكذا، في ناس بتعمل مثلا فيديوهات عن الماركتينج او التسويق، ازاي مثلا ست عايز تبدا بزنس دلوقتي تسوق لنفسها عن طريق السوشيال ميديا، ايه اللي ممكن تعمله في ارض الواقع عشان الناس مثلا تجي لها تشتري منها اكتر فالبزنس تبعتها تكبر. في ناس بقى مسؤوله عن الستايلينج، ازاي اهتم بمظهري كسيده، حاجات تانية كتير. يعني انت الاهم بتساعد المرأة من كل حاجة. هل مبادرة انت الاهم هي اللي خلتك او وجهتك ان لما سألتك انت عايزة تتخصصي ايه قلتي لي نساء وتوليد، المبادرة هي اللي وجهتك او او شجعتك ان انت تتخصصي التخصص ده؟ انا من الاول كان نفسي في التخصص ده عشان انا يعني نزلت كتير المستشفى وشفت الموضوع ده يعني، وتعلمت حاجات كتير قوي من الدكاترة اكبر مني، فحسيت ان انا مهتمة قوي بالموضوع. بس هي الفكرة انه انت الاهم اصلا دكتورة عمرو حسن، فانا من اكبر الناس الداعمين ليا في كل حاجه انا بعملها، دايما واقف جنبي واي مساعده ببقى محتاجاها دايما اول واحد بيساعدني، ففعلا يعني انا محظوظه بيه ده. يعني احنا والله اللي محظوظين بيكوا، ان انتوا ما شاء الله عليكوا بنشوف شباب كتير في السن الصغير مش في دماغهم، مش في دماغهم اصلا يتخرجوا ولا في دماغهم يشتغلوا ولا في دماغهم اي حاجه. انا شايفه ان انت ما شاء الله لا عايزه تتخرجي بسرعه، عايزه تكملي دراستك، عايزه تشتغلي، يعني ماشيه في كذا اتجاه، وان شاء الله كل الاتجاهات تنجحي فيها ان شاء الله. طيب خليني اسالك، انت برضو مهتميه بالتجميل والبشره والموضوع ده زي اي بنت او اي سيده، يعني انت حذرتي من السان بلوك وحذرتي الطبخ بالسمنه صح؟ ما حذرتش من السان بلوك، انا حذرت ما تنزليش من غيره. ما تنزليش من غير بالظبط. يعني طبعا احنا عارفين اضرار الشمس ايه، كلف وتجاعيد وتصبغات، ممكن يعني تقدم في السن يبقى بدري قوي. انا استغربت ان انت لا، اصل السان بلوك ده لازم لانه صحيح بيحمينا من التعرض لاشعه الشمس كمان لو في اوقات صعبه. في ناس بيبقى عندها قابليه انها يجي لها سرطان الجلد، فده بيحميها جدا منه، فلازم كل ساعتين اعيد عليه. لو انا مثلا في منطقه فيها رطوبه او بحر، لا كل 45 دقيقه اعيد على السان بلوك، فده حاجه اساسيه. طيب والسمنه؟ السمنه والزبده، كل البيت المصري بيستخدم السمنه. السمنه البلدي والله اعتقد ان مش مضر. السمنه البلدي كويسه، بس انا بتكلم على الحاجات المهدرجه والحاجات اللي في السوق اللي هي بتبقى معلبه بقى وبقى لها
يعني كتير ناس تستخدمها عادي كده بكميات رهيبه عشان طعمها حلو. ايوه طبعا دي بتزود من يعني مشاكل القلب ومشاكل الضغط وترسبات الدهون في الاوعيه الدمويه بتعمل بقى جلطات، فاحنا في غنى عنها يعني. طيب عملتي برضو فيديو عن فوائد زيت الزيتون صح كده؟ طب ما تقولي لنا يعني قولي لنا كده زيت هو طبعا هو كل الناس معروف ان زيت الزيتون على فكره مفيد في الاكل، مفيد للبشره، مفيد للشعر. طب تيجي نشوفه؟ يلا بينا. تعالي نشوف الفيديو فوائد زيت الزيتون ونرجع لكم تاني. لكل الناس اللي بتحب الاكل السوري او اللبناني خليكم في الفيديو ده للاخر. طبعا كلنا عارفين ان زيت زيتون اساسي في الاكل الشامي. انتوا متخيلين ان زيت زيتون ممكن يحميكي من كل السرطانات وكمان امراض القلب، ولانه فيه مضادات اكسده هيقلل جدا من ظهور التجاعيد، ومش بس كده ده كمان بيساعد الاحساس بالشبع، وعشان فيه حمض الاوليك او الاوليك اسيد هيساعد جدا على تقليل الامساك وكمان منع التقرحات لانه هو مضاد للالتهابات، وبيحميكي من سرطان الثدي بنسبه 38%. في دراسات اتعملت على الطماطم اللي بتشوحيها في زيت الزيتون بتطلع ماده اسمها ليكوبين، والليكوبين دي مهمه جدا في تقليل التهاب غده البروستاتا، وعشان كده اي راجل عدى ال 40 سنه لازم يهتم جدا بالزيت الزيتون في الاكل بتاعه على الاقل خالص 3 4 مرات في الاسبوع. وازاي تعرفوا ان زيت الزيتون ده اصلي؟ حطيه في الفريزر على طول هيتجمد، مش هيبقى سايل ولا جل. ما تنسوش تقولوا لي في الكومنتس بتحبوا تاكلوا ايه مع زيت الزيتون. طب انت قلتي كمان الرجاله تحديدا مش البنات بس، يعني انت كمان بتوجهي كلامك للرجاله. زيت الزيتون اطبخ بيه عادي ما فيهوش مشكله؟ اكيد، بس هي طبعا بتبقى بكميات، كل حاجه زدنا عن حدها بتتقلب ضدها، فطبعا الموضوع كل حاجه بالكميات. يعني حتى في كمان ادويه الناس بتاخدها اعشاب ومش عارفه ايه. طب انا لو مريضه كلى او مريضه قلب او عندي امراض مزمنه ما اقدرش اخد الحاجه بكميات كبيره تاذيني. في ناس بشوفها دلوقتي بتاخد معلقه شيا على الريق، دي ممكن تعمل انسداد اصلا في شيا بذور الشيا. طب ليه؟ ده بيقولوا حلوه ومفيده وجميله. هي مفيده بس لو اكلتيها صح. هي في ناس بتاخدها على الريق كده من غير حتى اي حاجه، لو اخدتي بعدها ميه هي بتتمدد على طول في الميه، ممكن تسدلك ما تعرفيش تبلعي. اوكي المريق. لا احنا محتاجين فيديوز من الحاجات دي بجد والله كتير توعويه. يعني انا ما اعرفش، انا يعني انا عارفه ان الشيا لا مفيده وجميله وحلوه، لكن طريقة استخدامها دي غلط. يعني بطريقة معينة لا ممكن تقلب لكارثة. طيب ما هو ده يخليني بقى اروح لحتة تانية، وان انت استغليتي يعني دراستك في الطب كان شاء الله تبقي طبيبة كبيرة جدا، عملتي استغلتيها فعملتي فيديوز وعملتي حاجات مفيدة بتفيدنا احنا شخصيا. ازاي الاشخاص بقى تقولي ايه للناس التانيين اللي بنشوف بقى اللي هم بلوجرز وانفلونسر واللي هم الناس الكتير اللي هم انا ما بقتش عارفه والله مسمياتهم ايه، بيطلعوا يعملوا فيديوز انا مش فاهمه يعني في الاخر اللي هو والله بتفرج انت عايزين تقولوا ايه، وصلونا يعني ايه الهدف من الفيديو ده؟ فازاي تخليهم هم مؤثرين؟ انا مش معترض على المؤثرين او البلوجر او الناس دي، انا مش معترض عليهم خالص على فكره، بس انا معترض على المحتوى اللي بيقدموه. انت ترى يعني اللي معاكي اللي في دفعتك اللي حواليكي بيعملوا برضو فيديوز اكيد كده مؤثره؟ انا اعرف ناس بيعملوا فيديوهات مفيده، بيبقوا عايزين يساعدوا غيرهم. انا مثلا الفيديوهات بتاعتي بيبقى دايما معاها اوراق بحثيه، بحيث ان الشخص لو عايز يقرا اكتر بعد الفيديو يبقى عنده السورس اللي يروح يقرا منه ويلجا له وهكذا. انما الفيديوهات اللي مش مفيده او بتضيع لي وقتي انا طبعا يعني ما بنصحش بده، بس دي اكتر حاجه بتتشهر في ثانيه يعني للأسف. دي مشكلة، وكل الأعمار أول ما يشوفوا الفيديو يبعتوا بقى لأصحابهم وكذا، لأنه هي حاجة شدت انتباههم تافهة إلى نوع ما، فلو ليه ما نتفرجش عليه. انزلوا بقى، يعني انتوا شباب ما شاء الله، وانتوا زي ما بنقول انتوا الجيل اللي جاي، انتوا خلاص احنا راحت علينا، انتوا الجيل اللي جاي ان شاء الله الجيل الجديد. حاولوا تعملوا الفيديوز بتاعتكم بطريقة بلغة الشباب، بلغة الجيل اللي موجود دلوقتي، اللغة بتاعتهم، تجذبوهم بحيث ان هم يسمعوكوا، انتوا تتعرفوا، يستفادوا هم كمان، ياخدوا معلومة تفيدهم. صحيح. فأعتقد ان هو ده المطلوب. الشمع، عملت فيديو كمان عن الشمع، كان ايه بقى الفيديو ده؟ الشمع عامة لو هو معمول من مواد صناعية مش طبيعية ده بيعمل مشاكل زي مثلا سرطان المثانه او مشاكل في التنفس. يعني في ناس بيبقى عندها ازمه او عندها اختناق بسهوله من الشمع. ده طبعا مش دارج، يعني كل يوم حد بيتخنق من الشمع، بس دي حاجه لازم ناخد بالنا منها، لان انت كل يوم مثلا حابه تولعي الشمع تقعدي بقى تشمي مثلا. في ناس على فكره من عشاق الشمع بيحبوا الشمع جدا، ينوروه ويولعوه كده ويقفلوا الاضاءه ويبقوا قاعدين على ضوء الشموع. صحيح. تيجي نتفرج على الفيديو برضو؟ طيب تعالوا نشوف الفيديو بتاع الشمع اللي حذرت منه ونرجع لكم مره ثانيه.
هل فعلا الشمع والكانسر ليهم علاقه ببعض؟ اكيد الكاندلز بتزود جو حلو في البيت وكمان بتقلل من الضغوطات ومفيده جدا لصحتك النفسيه، بس للاسف لازم تكونوا عارفين ان في احتماليه الاصابه بسرطان المثانه بالذات لما بنستخدم الكاندلز اللي ليها ريحه فتره طويله، وده لان في مواد مسرطنه بتطلع في الجو وبنقعد نستنشقها لفتره طويله واحنا مش واخدين بالنا، والمواد دي منها الفورمالديهايد وبنزين وبنزوبايرين. وعلى فكره جسمنا بيتخلص من المواد دي في البول، ولكن الفتره اللي المواد دي بتقعد فيها في المثانه بتاعتنا او البلادر ممكن تعمل تغيرات في الخلايا اللي موجوده في البلادر وتؤدي لسرطان البلادر. واللي ما تعرفوهوش ان انتوا لما بتطفوا الشمعه بيطلع مواد اسود زي البلاك كاربون والبي ام 2.5. للاسف المواد دي بتزود جدا من امراض القلب وامراض الرئه. ايه الحاجات اللي احنا ممكن نستخدمها عشان نقلل من اضرار الشمع؟ اول حاجه ان احنا نحاول ندور على الشمع اللي معمول من شمع النحل او شمع الصويا ويكون ملوش ريحه ولا لون عشان انتي الاهم. والله العظيم معلومات وحيات ربنا. انا واعتقد اللي بيتفرجوا علينا يعني في حاجات اول مره تسمعوها. طب انا عايزه من الحاجات دي كتير لو سمحتي. ان شاء الله. بجد انت بتعملي فيديو كل قد ايه بتنزليه ولا انت حسب حسب مودك؟ يعني ممكن على الاقل خالص فيديوهين في الاسبوع. فيديوهين في الاسبوع؟ لا عايزين اكتر لو سمحتي. ان شاء الله. طب عايزه ارجع لمبادره انت الاهم. اسمها انت الاهم صح؟ انت الاهم. طيب اختيارك ازاي؟ مين اللي اختارك؟ مين اللي قال لك لا تعالي انت اللي هتمسكي المحتوى الطبي عندنا هنا؟ انا كان بقالي سنتين بنزل فيديوهات طبيه وكده، ففجاه لقيت تليفوني بيرن. احنا مبادره انت الاهم وانا دكتوره عمرو حسن، حابب ان احنا ناخدك معانا نزود الوعي ومش عارفه ايه. وقعد بقى يتكلم بقى عن المبادره. انا طبعا كنت انا مصدومه لان ده حاجه احب اعملها جدا طبعا. كان فخر ليا ان انا اكون عندي منصه تانية ازود الوعي للسيدات فيها. طب قولي الدكتور عمرو مش عايزين ان متحدث اعلامي. بجد يعني انا احب اشارك في الحاجات اللي هي بتفيد الناس، بتدي معلومات للناس. يعني اعتقد احنا والله دورنا هو من خلال برنامجنا هنا هو وهن بنحاول ان احنا نعرف الناس بالمبادرات الجميله دي. طب لو حد عايز ينضم ليكوا بيعمل ايه؟ ممكن بقى على الايميل، التليفون، في طبعا على الانستغرام، على الفيسبوك، كل المعلومات. في بيج على الانستغرام وعلى فيسبوك انت الاهم. طب لو حد عايز يعني يجي يعني عنده استشاره او عنده مشكله او عنده عايز يجي يسمع، عايز يجي يتفرج، رسائل الصفحه دايما مفتوحه على طول، يعني بنرد في ساعتها كل اللي انتوا عاوزينه. ساعتها بيبقى في حد متخصص بيلجا لكم او بيروح لكم يعني يساعدكم في الحاجه اللي عايزين، مثلا سؤال يجاوب عليه. طب انتوا تيجوا عندنا المبادره مفيش مشكله، نروح احنا مثلا نساعد باي طريقه. ما كنت لسه هقول لك انتوا بتلفوا مثلا على القرى او المحافظات او بتروحوا الجامعات والمدارس؟ حصلت كذا مرة على الأرض إن إحنا نروح نساعد أماكن بسيطة، ومثلا اللاجئين السوريين في 2016 كنا عملنا علاج بالمجان وكشف بالمجان، بالذات كمان الصحة الإنجابية. الحمد لله والله يعني كل الدعم يعني ليكوا بشكل عام وليكي أنت يا داليا بشكل خاص بجد قوي. لأنه مجهود محترم ومجهود تشكروا بجد كلكوا عليه، وبالتوفيق وربنا يكرمك ان شاء الله. وهستنى فيديوز اكتر بقى ليكي داليا غزال. انت نورتينا وشرفتينا. ميرسي جدا. شفتوا بقى الحاجات اللي تفرح، الحاجات الحلوه اللي هي اللي الواحد يبقى فخور كده وقاعده وبتتكلم في مواضيع مهمه ومواضيع مفيده بتفيدنا احنا شخصيا. اتمنى ان الفتره الجايه يبقى معظم بقى البلوجر والانفلونسر والمؤثرين دول يقدموا لنا حاجه هادفه ومحترمه. نطلع فاصل ونرجع لكم مره ثانيه. الحقيقة مع التقدم والتطور الرهيب والسريع اللي بقينا ماشيين والريتم الكبير اللي بقينا ماشيين عليه بقناش ملاحقين على حاجات كتير جدا بقت تختفي من قدامنا، زي مثلا بعض المهن اللي ما بقاش ليها وجود ولا بقينا نسمع عنها. بقينا نسمع بس عنها في الحكايات وفي الحواديت، ومش بس كده، في حاجات كتير، في ناس كتير صغيرة ما تعرفهاش مع ان دي حاجات مهمة جدا. زي ايه؟ زي ساع البريد اللي كان كلنا عارفينه، يعني بنسمع عنه واحنا صغيرين، واللي كان كمان بيصلح بوابير الجهاز. الحقيقه حاجات كتير جدا مهم ان احنا نكون عارفينها، لانها دي موجوده في تراثنا القديم لازم نحافظ عليه، ولازم نعلم ولادنا وننقله كمان بشكل سليم وبطرق صحيحه. النهارده بقى ضيفتي هتكلمنا في كل التفاصيل دي وهتقول لنا ايه المهن اللي اختفت واللي المفروض كمان نعرفها، وكمان مش بس كده، وكمان عملت كتاب عن كل المهن دي. ضيفتي اللي منورانا النهارده استاذه منى عبد الوهاب كاتبه. اهلا بيكي منوره. اهلا بيكي.
زي ما انا قلت ان احنا ماشيين في رتم سريع جدا جدا جدا، وفي حاجات اختفت خالص يعني مبقاش ليها وجود ولا بقينا نسمع عنها. ممكن نسمع عنها احنا كجيل في في الحكايات وفي الحواديت وفي الافلام الابيض والاسود، لكن العيال الصغيرين اللي طالعين والاولاد يعني يقول لك ايه اللي انت بتقوله اي حاجه. فاحكي لنا كده يعني في البدايه كل حكايه او كل مهنه كان وراها ايه؟ والله هو الكتاب كله كان وراه فكره التطور يعني فكره. انا اول حاجه ببارك لك على الكتاب. الله يبارك فيكي. وعايز اعرف يعني قبل ما نتكلم عن المهنه اللي اختفت، الفكره نفسها ان انت عايزه تسلطي الضوء على كل المهن اللي اختفت دي، اللي كلنا طبعا كنا بنسمع عنها في الافلام بتاعت الابيض واسود، وطبعا هنشوفها في الكتاب بتاع حضرتك. يعني ايه اللي خلاكي تسلطي الضوء على حاجه زي دي؟ يعني يمكن التطور اللي احنا فيه حاليا، الاي اي مثلا، الذكاء الاصطناعي اللي هيخلينا احنا شخصيا نختفي في وقت معين. طول الوقت في تطور وتقدم ومهن بتظهر ومهن بتختفي. يعني مثلا الجرافيك ديزاينر بعد شويه ممكن ما يبقاش موجود لان الاي اي هيحل محله. الكتابه نفسها ممكن تلاقي واحده ثانيه قاعده بتتكلم معاكي بس مش انا مذيعه ثانيه. بالظبط. يعني الكتابه نفسها دلوقتي في اي اي بيعمل كتابه، مش محتاجين احنا نكتب حاجه. ده اللي خلاني يعني ده كان الدافع ان انا ابدا اكتب عن المهن اللي اختفت. في مهن كتير، يعني مهن كتير ما بقتش موجوده. يعني انا كاتبه 11 مهنه، 10 مهن ذكوريه ومهنه نسائيه، وفي جزء تاني هيكون فيه المهن النسائيه كلها. دول 11 مهنه غير حوالي 50 مهنه تانيه ما نعرفش عنهم حاجه، محدش يعرف عنهم حاجه. طيب انت اتكلمتي عن كل مهنه من الجانب التاريخي وكمان الفني. مظبوط. تعالى نتكلم يعني انت ليه سلطتي برضو الضوء على يعني الجانب التاريخي والجانب الفني؟ يمكن يعني لان الاثنين دايما مربوطين بعض، يعني مربوطين ببعض جدا. الفن دايما بياخد من التاريخ، والتاريخ جزء اساسي في الفن. الفن من غير تاريخ مش هيبقى فن، لازم هنرجع للتاريخ ناخد منه. ففي مهنة السقة كان الأساسي فيلم السقة مات مثلا. يعني أساسي إنه يكون موجود طبعا. البوسطجي كذلك، في فيلمين معمولين باسم البوسطجي. الأراجوز، في أفلام كتير جدا جابت يعني سيرة كل الأراجوز. المهن دي طبعا بصمت في الدراما المصرية وبقى كان ليها افلام حقيقيه وليها اسماء. بالزبط. ولحد ما يعني نجور بقى واجيال كتير تطلع الافلام دي موجوده وموثقه، ودي ممكن بس اللي تكون بتعبر عن المهن دي. بالظبط. المهن دي اختفت تماما او اختفت تماما، طب ايه اللي موجود عنها؟ الفن، سواء الاغاني، سواء الشعر، سواء الكتابه، سواء السينما والدراما كمان. بالظبط. طيب احكي لنا يعني احكي لنا حكايه اول جواب، واللي الباحث عبد الوهاب شاكر اكد ان البريد يرجع الى عصر الفراعنه، واول جواب بريد كان في عصر الاسره ال 12 تقريبا. مظبوط. هو فعلا الباحث الاستاذ عبد الوهاب شاكر ذكر انه اول جواب بيرجع للعصر الفرعوني، وان الفراعنه هم اول ناس اسسوا البريد داخليا وخارجيا في البلاد. داخليا كانوا بيمشوا على ضفتي النيل، يعني الضفه دي والضفه الثانيه، ده لو هيوصلوا بريد جوه. لكن لو بره فهم بيسلكوا طريق القوافل والجيوش، ما يعرفوش طريق ثاني، يعني هم بيمشوا من طريق القوافل والجيوش. اول بريد كان من ابن الابيه لابوه. اوكي. كان بيقول له فيه، بيوصف له انه مهنه ساعي البريد او ساعي البريد بيحمل اثقالا على اكتافه، يعني بيحمل. اول حد بعت جواب ده كان ابن لابوه، وكان هو بيشتغل المهنه. بالظبط. ودي اتلقت بالهيروغليفي، يعني مترجمه عن الهيروغليفي، فده طبعا اكبر دليل على انه البريد من العصر الفرعوني فعلا. طيب ايه الفرق بين الطربوش المصري اللي كلنا طبعا عارفينه الجميل اللي بيبقى ليه هيبه كده، والطربوش المغربي؟ الطربوش ومين اللي مقلدنا؟ يعني احنا اللي مقلدين ولا هم اللي مقلديننا؟ والله هو ما نقدرش نقول حد مقلد حد، لان في الفتره دي كان الدوله العثمانيه هي المسيطره في الدول دي كلها. فكان هو ثقافه عامه في البلاد كلها او في الدول دي كلها ان هم بيلبسوا الطربوش، الشام والمغرب ومصر، كل يعني كل المنطقه كانت بتلبس الطربوش. فمش نقدر نقول ان حد واخدها من حد او حد مقلد حد قوي، بس يعني هو اصلا يعني في اراء كتير بتقول ان الطربوش اصله تركي طبعا، فكلنا واخدينه يعني اصلا من تركيا. كنا بنشوف الشنب الكبير اللي كلنا عارفينه، والطربوش كان حتى هيبه كده. بالظبط. يعني هو كلنا واخدينها من تركيا التركي. يعني ليه لقبت الحاج احمد محمد احمد الطرابيشي بصانع طربوش الملك؟
والله هو مش انا اللي لقبته، هو لقب هو اخده فعلا بالظبط، لان هو فعلا صنع طربوش الملك فاروق في الفتره اللي هو كان بيحكم فيها. هو اللي عمل له الطربوش بتاعه، هو اللي عمل له الطرابيش كلها، كان هو المسؤول عن طرابيش الملوك والامراء والناس العاديه حتى في الشارع، كان هو اللي بيصنعه، وكان عنده مجموعه مصانع كبيره. هو دلوقتي فاضل له محل واحد في منطقه الغوريه، هو ده المحل اللي باقي، لكن هو في العصور اللي فاتت كان عنده مصانع كبيره ومجموعه محلات. العتبه وضرب البربره والحتت الحلوه وشارع الجيش والحتت الجميلة دي، هي دي أصل كل المهن اللي اختفت دلوقتي؟ بالظبط مظبوط. المهن أو يعني زي ما بنسميها مصر القديمة، يعني منبع بقى اللي بالزبط. في البداية خالص السيدة عائشة بقى والسيدة عائشة والعتبة والحتت الحلوة دي. عايز أقول لك أنا بحب الأماكن دي جدا. أيوة أنا بقى منها أصلا، يعني أنا بنت منطقة القلعة والدرب الأحمر، فيعني أنا قاعدة وسطهم. عايز أقول لكم المناطق دي يا جماعة، يعني أنا بسافر بره كتير جدا، أرجع المناطق دي فيها كل حاجة بجد، يعني ضرب البربره انا حتى في اسماء مش فاكراها بس انا حافظاها صم. ايوه وشارع الجيش والعتبه والحتت الحلوه دي والغوريه بقى والغوريه، الحتت دي جميله جدا. وعايزه اقول لكم كل شارع منها في حاجات معينه خاصه بيه، يعني كل اللي عايز حاجه ينزل شارع معين كده وحمام التلات، وهتلاقوا كل حاجة في الحاجات الجميلة أو المناطق القديمة المصرية العريقة، اللي فعلا مهما يبقى في مدن جديدة ويبقى في أماكن جديدة ستظل الأماكن دي هي الخير والبركة بتاعت مصر. طيب هروح لحاجة تانية، جملة دايما بنسمعها، شفا وخمير يعرق سوس. ايه السر بقى في الجملة دي، وهل ده ليه صلة بالعرق السوس اللي احنا كلنا عارفينه بنشربه في رمضان واللي احنا عارفين شكله؟ مظبوط. او عارفين طعمه يعني؟ اصل الجملة دي جاية برضو من العصر الفرعوني، لانه كان نبتة العرق السوس بتستخدم بس للشفاء، بتستخدم في علاج امراض الكبد والمعدة، ومكان كمان بيتحط على الادوية المرة علشان يخفف مرارتها، وكان بيشربوه بس الملوك، ممنوع اي حد من الشعب او من الناس العاديه تشربه. طبعا مع الوقت الموضوع اتطور بقى الناس كلها خلاص يعني تشربه. الشكل اللي احنا عارفينه اللي كنت بتكلم عنه دلوقتي اللي هو بتاع العرق سوس، مش 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 النبات نفسه او التوابل نفسها اللي هي بتاعت ايه، بتبقى باودر كده. لا انا بتكلم عن الراجل بقى بتاع العرق سوس الحلو اللي احنا كنا بنشوفه. اللي كان لابس برده عمه كده وماسك اللي هي الطربوش، الطربوش وماسك القربه برده، تعتبر احنا دلوقتي شايفينه طبعا على الشاشه. مظبوط. المهنه دي اختفت، احنا ما بقيناش بس نشوف الا الناس بيجيبوا العرق السوس في البيت وبيعملوه، لكن المهنه دي او الراجل ده نفسه اختفى. مظبوط. ده ايه السبب؟ ايه السبب؟ لان الموضوع بقى سهل جدا، انه اي حد هيشتري العرق السوس من اي عطار او من اي سوبر ماركت وهيروح يعمله هو في البيت. لا بس احنا على فكره في العتبه وفي الحتت الحلوه دي لسه الراجل موجود وهتشربوا العرق السوس زي ما هو على وشك، يعني هو على وشك انه يختفي يعني خلاص، لان الموضوع بقى اسهل كتير من زمان يعني. طبعا. طيب اخر مهنه بقى اروح لها وعايز اعرف هي لسه مستمره دلوقتي، انا بشوفها طبعا في عيد الميلاد عشان نكون اتكلمنا عن معظم المهن اللي اختفت، وهي الحاوي. مظبوط. دلوقتي بقى في ناس تخاف، يعني عارفه تقول لك الساحر او الحاوي ده لا، يعني ايه حكايته وليه ما بقاش زي زمان موجود؟ والله هو الحاوي ليه وظيفتين، وظيفه اختفت تماما ووظيفه لسه موجوده. الوظيفه اللي لسه موجوده هي الفقرات اللي هو بيعملها، زي ان هو يشرب جاز ويولع نار في الجو ويمشي على مسامير وياكل ازاز. فكره الاراجوز نفسها لما تبقى موجود او ساحر انا بخاف بعد كده، اقول ده ملبوس او الكلام اللي احنا دايما كل المصريين بتقوله، يعني اختفى، مع ان كان عارفه احنا ايد المصريين خفيفه. ايوه يعرفوا يعني يعملوا كل حاجه. ده حقيقي. فاحكي لي عن المهنه دي وازاي وليه اختفت بالشكل ده. المهنه اختفت لان الوسائل بتاعه الترفيه زادت جدا. الناس دي كانت برضو في فتره من الفترات موجوده في الشارع ومفيش غيرها وسيله، مفيش غيرها طبعا، مفيش غيره من وسيله الترفيه. وكان كمان ليه وظيفه تانية، وهي انه يخرج الحيات والعقارب والتعابين من البيوت. دي كانت وظيفه ثابته ليه. دلوقتي خلاص، يعني زمان كانت البيوت ممكن فعلا يكون فيها تعابين، لان الحجاره اللي كانت مبنيه بها البيوت مختلفه عن دلوقتي. دلوقتي الموضوع لا، ما بقاش فيه مثلا حيات وعقارب والحاجات دي في البيوت او في كل البيوت، فبالتالي شغله بدا يقل. فبدأ يلجأ لفكرة ان هو يعمل فقرات في الشارع او يولع نار، يمشي على مسامير، ياكل ازاز، الحاجات دي. ومع الوقت طبعا اختفت لانه خلاص الناس ما بقاش يبهرها ده، يعني اللي هو
حاجه عاديه يعني. طبعا عايزه اقول لحضرتك وعايزه اقول لكل الساده المشاهدين ان التطور والتقدم حاجه مهمه جدا، والتكنولوجي اللي بقينا زي ما بيقولوا كده سرعه البرق ماشي كده، وبقينا عصر سريع جدا وريتمه سريع، حاجه حلوه جدا جدا، بس للاسف يعني قدامها احنا فقدنا حاجات كتير جدا في تراثنا الجميل القديم زي المهن اللي احنا كنا بنتكلم عليها. مشكورك جدا على وجودك معانا، وفعلا ببارك لك على الكتاب والفكره الحلوه اللي جات لك، وان انت فعلا قدرتي تكتبي منها كتاب والناس كلها تقراه. شكرا جدا استاذه منى عبد الله، بشكرك جدا على وجودك معانا. مشاهدينا كده فقرتنا انتهت، ولكن لسه مكملين مع حضراتكم، هنروح لفاصل صغير ونرجع تاني، استنونا. ورجعنا ليكم مرة تانية في هو وهن، فقرة النهاردة فنية بحتة، هنتكلم فيها عن دور الفن في دعم القضية الفلسطينية، والحقيقة أني شايفة أنه دور مهم جدا وكبير جدا. هنرد على كل الجدل اللي داير الفترة اللي فاتت على منصات التواصل الاجتماعي، وهل الفن رسالة والفنان رسالته أنه يدعم القضية الفلسطينية بطريقته، ولا الفن مجرد ترفيه وأن الفنان في الآخر إنسان وممكن يتأثر بالأحداث ونفسيته تمنعه أن يقدم عمل معين ويعتذر عنه زي ما شفنا الفترة اللي فاتت. كل ده هنعرفه من ضيفتي اللي منوراني في استوديو هو وهن، الفنانة نور عبد الرحمن. ازيك يا نورة؟ ازيك منوراني النهاردة في استوديو هو وهن. نورك والله يا أكيد. في الأول عايز أعرف منك بدايتك الفنية كانت إزاي وإمتى؟ أنا بدأت من حوالي 4 سنين، بدأت خدت ورش، يعني أنا كنت عايزة أمثل من زمان جدا، بس أنت عارفة بقى الأمهات المصرية بتاع نخليها هواية وبعدين ندرس حاجة تانية. وأنت دراستك كانت مختلفة عن دراستي؟ أنا كنت بدرس حاجة تانية خالص، مالهاش بزنس أدمنستريشن، مالهاش أي علاقة، سكة مختلفة تانية خالص تماما يعني. فلجأتي بقى للورش. للورش كلميني بقى عن الورش. بدأت بالورش، خدت الأول ورشة مروة جبريل. أنا وبعدين يعني دايما بنبدأ بيها. أيوة بس حقيقة. بعدين خدت ورشة تركواز مع أحمد تمام. بس ده المكان بقى اللي أنا رحت فيه واستقريت بقى ال4 سنين دول يعني. أيوة. ولسه مستمرة هناك لحد دلوقتي يعني. أنا حتى بعد كل ما بيجي لي دور بحب أخد ورش تاني. أيوة. هناك، وهم كمان بيغيروا نفسه الحقيقة بالظبط، وأفضل كل مرة أتعلم أكتر، وبحب أشوف الناس كمان يعني. لما بتبقى معاكي كذا شخص انت من كل واحد بتتعلمي حاجه. صح. بس فاحمد تمام كمان هو بيبقى شغال علينا من جوه ومن بره وفي التعليم، هو واحمد مسعود المدير. فده احسن مكان اتعلمت فيه بجد بجد. لما فكرتي تعملي مسرح؟ خدت مسرح تبع احمد تمام برضو. ايوه لان حقيقي كل الممثلين، استاذ سامح بسيوني، ايوه كل الممثلين الطراز الرفيع قدموا مسرح قبل كده واشتغلوا على المسرح، لان المسرح بيشتغل على كل حاجه في جسمك بقى. صوتك، طبقات صوتك، طريقه النفس، ازاي تستعملي يعني جسمك في انك توصلي الرساله وتتفاعلي مع الجمهور، ازاي انك اصلا تعرفي في الوقت نفسه ان احساس انك تبقي مثلا لو بتعملي حاجه دراما وعرفتي توصليها لناس كتير قوي في وقتها، ده احساس حلو قوي انا عمري ما تخيلته. بس لما اشتغلت مع استاذ سامح بسيوني وكانت مسرح حلو قوي وعملنا عرضنا كذا يوم، حسيت باحساس تاني خالص يعني فعلا. اللي طب استمتعتي بيه اكتر، المسرح ولا التلفزيون؟ حبيت في المسرح اني براحتي اكتر وباخد الفيدباك في ساعتها حقيقي، فبيفرق لي يعني. السقفه نفسها لما بتسمعيها بتديكي الفيدباك اللي انت مستنياه، فكانت صح حقيقي. امتع بكتير حقيقي بصراحه. هو كل حاجه ليها حلاوتها يعني. صح صح. طيب كلميني بقى عن اول مشاركه ليكي في مسلسل حلوه الدنيا سكر مع هنا الزاهد، عايزك تكلميني عن كواليسها ودورك هناك كان عامل ازاي. هو انا اول مشاركه ليا، بس عشان كان حصل لخبطه موضوع الكورونا، كان هجمه مرتده. واتاجل ولا هو اتاجل سنه عشان موضوع الكورونا. تمام. كان دوري المفروض ان انا ابقى في هجمه مرتده والقاهره كابل في نفس الوقت. فده كان اول يوم اقف قدام كاميرا، كان قدام استاذه شمس. عملتي حاجات تقيله مره واحده يعني، هي حقيقي مرة. اعمال يعني مهمه، لانها بتتكلم عن التنظيمات الارهابيه بالظبط. فعايزاكي برضو تكلميني عن الاعمال دي. يعني انا بالفعل هم الموضوع ده، انا كنت لما اشتغلت فيه انا قريت المسلسل كله برايا انا يعني بره الموضوع، فهو بيفرق ان كل واحد يعني. انا كان دوري ان انا عندي كانسر، وبرضه شايفه ان بابايا هو قد ايه عايز يكون معايا، بس الشغل والبلد واهم من ان هو يبقى مش عارف يبقى مع ده، بس بلد عنده اهم. فكان ده مديني انا احساس تاني خالص يعني، كان حته ان هم فعلا انت بتحسي باور حتى لو انت بتمثلي، حاسه باحساس ان ده حد همه البلد وعايز يبقى، والمشاكل وازاي تتحل والناس شغاله على ايه يعني. انا بحب الاختيار وهجمه مرتده والحاجات دي،
لانها بتوصل فكره. وانا لحد يعني انا امبارح كنت بتفرج على جمعه الشوان رأفت الهجان لحد دلوقتي لما كل بحب الاعمال البطوليه جدا تأثري بيها. كل ما بحس ان في قلق او بسمع عن حاجات بتحصل بحس ان انا عايزه اشوف الاعمال دي وعايزه اتاكد ان في الاخر هتبقى النهايه سعيده وكله هياخد حقه والناس هتتنصر. فلما بتوتر قوي لما بشوف فيديوهات بتضايقني او بشوف ان في ناس عايشه حاجات مش كويسه بقعد استدعي كل الاعمال اللي بتاكد لي ان اطمن ان كده كده كله هيخلص على خير. اي طب الدور جالك ازاي في البدايه؟ جالي اوديشن مع عمرو موسى عند تمام. وده كان اول اوديشن في حياتي وكنت مش عارفه ان ده على دور ايه. يعني انا بقى ده اوديشن ماشي يلا انا جاي اعمل اوديشن وماشيه اغني بقى في المكان صدفه بحته يعني صدفه جدا. ومبسوطه جدا والمكان كان زحمه. يمكن ده احلى اوديشن عملته في حياتي. لان بعد كده كل ما بتبقى عايزه الدور او عايزه الحاجه او وصلتي في حته انك مشيتي خطوه فعايزه تمشي اعلى بقى الاوديشن بيبقى مش زي الاول لما كنت داخله بفرحه البدايه وبالباور بتاع انا عايزه امثل بس ايا كان همثل ايه. طب لو رجعنا نتكلم عن المسلسل عايزاكي تكلميني عن كواليس مع الراحل العظيم هشام سليم. الله يرحمه. الله يرحمه. هو انا اول ما دخلت اللوكيشن انا اصلا اتخضيت ان انا شايفاه قدامي. يعني ده اول مره همثل في حياتي واول مره اقف قدام كاميرا قدامه. فهو جه حاسس ان انا وبعدين داخله ومتاخرين فيلا يلا 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 وانا داخله فتوترت اللي هو ثانيه حاضر. فهو جه قال لي انت بنتي؟ فقلت له اه. طب تعالي يا بنتي بقى اقعدي جنبي كده عشان احس شويه انك بنتي بقى واخد على الموضوع وكده. وقعد بقى ينصحني في حاجات ويجي مثلا يقول لي بصي ولا تتوتري هم كده بيحبوا يزعقوا عشان كله يمشي حلو بس تعملي حلوه تسمعي كلام حلو. وكل لما يتقال قط يقعد يضحك بقى يتعامل معايا ان انا بنته بجد. فكل لما اخلص يقول لي سلامتك انت كويسه يا جماعه حد يجيب لي بنتي حاجه تشربها هي قاعده تعبانه عشان كنت لما بياخدوا بريك او حاجه انا مش عارفه اقوم من الاسلاك. ايوه فكنت بستنى في مكاني عشان مش عايزه اقوم وارجع. ده كنت بتقعدي كتير قوي كتير يعني. هو يطلع مثلا فكان ساعات يقول لا انا هقعد معاها ويقعد يقول لي هات له حاجه يا جماعه دي. فكنت عماله ابص في حاله التوتر اللي كانت عندك جدا. ايوه وبعدين كنت ببص للكاميرات بفرحه. الصوره معانا دلوقتي كمان. ايوه صور من المسلسل. الله يرحمه. الله يرحمه. هو لقط اما كنت في قعدت على السرير ده كان اول من اول المشاهد اللي صورتها. فكنت عماله ابص على الكاميرات بفرحه ومركزه قوي عماله. فقال لي انت اول مره صح؟ فقلت له اه. قال لي باين على المشهد ده وكواليسه؟ اه طبعا. ايوه احنا قعدنا ساعتها وكان في هي اول المشهد ان المفروض ان كان الاولاني ده. فالمفروض ان احنا اتفقنا انه في الاخر يطبطب على ايدي ويعمل لي كده حاجه بسيطه. فهو كان قاعد ينصحني في قبل المشهد انه قاعد يقول لي حاولي ما تبصيش الناحيه الثانيه على الاسلاك عشان وشك يبان. فانا عماله اقول له حاضر ينصحني اقول له حاضر مبسوطه قوي. فبعدين المفروض ان هو في الاخر هيعمل لي كده. فانا ما عملش كده هو بص لي في عيني وسكت. فانا قعدت اعمل ايدي كده فهو راح بص لي الواحد اتفقنا على حاجه لازم نعملها. انا بقى اللي هو لازم بقى استاذ احمد علاء قام قال له يا استاذ عماله ترفع لك ايدها ترفع لك ايدها. فقام بص لي قال لي انت بقى بتعلمي عليا يعني انا عماله انصحك تقومي تعملي كده. قعدنا نضحك فهي المشهد انتهى بضحك قد كده. قال لي خلاص انا بدل ما اعمل لك كده بصيت لك في عينيكي. مش وقت تصوير مسلسلات وافلام واخواتنا بيموتوا في غزه. لا هو انا ممكن ابقى بقول مش وقت احتفال واحنا عملنا ده بالفعل واحترمنا ده ولغينا مهرجان الجونه ولغينا مهرجان القاهره ومهرجان الجونه لان احترمنا ان بلاش نعمل حفلات او رقص او كده. في ممثلين اضطروا ان هم يسافروا مهرجانات بره بس ده لان احنا الناس مش فاهمه ان في حاجه اسمها عقود وفي حاجه اسمها شروط جزائيه. ففي ناس بتبقى قد انها تقول انا هوافق على ايا كان اللي هشوفه من ده طبعًا. وفي ناس ما بتبقاش عايزه تبقى مش قد كلمتها لان الكلمه في الوسط عند الناس بتبقى مهمه لان في ناس بيحصل لها كوارث في بيوتها وبيبقى برضو اهلها شايفه ان انت عندك كارثه ازاي هتنزل تصور فهو بيقول لها انا مدي كلمه او انا متفق بعقد. فالتصوير ده التزام فكوارث هتحصل لان انت بتضر الناس لازم تلتمس يعني الاعذار للناس كلها بالظبط لان احنا مش عارفين هم مضطرين لايه. لا يعني في فنانين كتير قوي احنا عارفينهم كان عندهم كوارث وشخصيه وهم عملوا شغلهم لان ده شغلهم
وفي الاخر كملوا. فانا ضد الاحتفالات وهم الناس فعلا انا شايفه ان محدش بيحتفل او الصور والبهرجه بتاعت السوشيال ميديا لو تلاحظي مفيش كده كتير. السوشيال ميديا كلها دلوقتي بتتكلم عن القضيه الفلسطينيه, فلكن شغلهم انا ما اقدرش احكم على كل واحد هو مدي كلمه في ايه. شغله ده لازم يعمله لان ده هيوقف مراكب تانية كتير عند كل الناس. ولو جه فنان قال انا مش هعمل, فلو في 10 عايزين يعملوا هو ضرهم. صح, فلازم نلتمس الاعذار ونبقى عارفين ان احنا فاتحين بيوت ناس كتيرة قوي مش بيتنا احنا بس. مؤسسه كبيره قوي. صح. يعني لو الفنان مش هيبقى فارق له فلوس او ان الشغل يمشي لا, في عامل كتير قوي اللي ورا الكاميرا اكتر بكتير من اللي قدام. فانا قعدت كل ده فلا هتبقى حرام برضه. يعني هنبقى في الاخر هتلاقي دول طالعين وهنبقى عندنا قضيه تانية غير القضيه دي. هنتشغل بقى ساعتها عن الاصل ونبتدي نبقى في مشاكل الناس اللي مش عارفه تفتح بيوتها. فهو الصح اني احاول اقلل المشاكل اللي هتيجي وابقى مركز ان ما يبقاش في اي مشاكل غير ان احنا نركز بجد في القضيه الفلسطينيه بس. صح, ونقلل بقى اي نوش تاني او اي زعل تاني. نوره انا بشكرك حقيقي, انت نورتيني النهارده. ميرسي بجد, انا اللي اتبسطت قوي ان انا كنت معاكي بجد النهارده. ثانك يو. وبكده نكون وصلنا لنهايه فقرتنا, يا رب تكون عجبتكم. بريك سريع ونرجع نكمل باقي فقرتنا فوق. ورجعنا تاني لكل هو وكلهن بيتابعونا النهارده. وصلنا لاخر فقره, فقره المطبخ. النهارده هنعمل اكله جميله جدا, بس في البدايه خلونا نرحب بضيفتي اللي منوروني, ضيفتي النهارده فود بلوجر نادين محمود. ازيك يا نادين؟ عامله ايه؟ كله تمام الحمد لله. احنا النهارده انا شايفه اكل غريب بس مختلف, يعني الاحلى حاجه فيه ان هو مختلف. هنقول هنعمل ايه النهارده مع بعض, يلا بينا. وبعد كده نبدا كلامنا عن المطبخ. خلاص, هنعمل النهارده اكله مكسيكان كده. هنعمل فراخ بتتبيله مكسيكيه. عامه المطبخ المكسيكي مشهور قوي انه بيوازن النكهات بتاعته. فهنلاقي عندنا حاجات اسادك زي عصير البرتقال وعصير الليمون, هنلاقي حاجات حرقه شويه زي الفلفل وهكذا. وعندنا البهارات بتاعته الكمون والكزبره. فهنعمل الفراخ بتاعتنا, بنديها تشويحه على النار وندخلها الفرن. وهنعمل معاها سالاد كده مختلفه شويه وريفرشنج, فيها اناناس, فيها بصل احمر, وفيها طماطم وكزبره. بس كده ماشي. انا مش هقول لك حلو, انا هدوق وبعد كده اقول لك حلو. اتفقنا. هننزل بقى بالمقادير, وكل الناس اللي بيشوفونا النهارده يعني يحاولوا كده ان هم يعملوا حاجه جديده ومختلفه. انا شايفه مكونات مختلفه. هننزل بقى بالمقادير ونقول هنعمل ايه. قولي لي المقادير معايا كده. عندنا هنا فرخه متقطعه 4, ربع عصير كوبايه عصير برتقال فريش عشان يكون فيها نسبه سكر. والبهارات بتاعتي عندي بابريكا وكمون وكزبره وزعتر وفلفل حراق وفصين ثوم مهروسين, زيت الزيتون وكزبره مفرومه. ده بالنسبه للفراخ. بالنسبه للسلطه عندي الاناناس, الطماطم, البصل الاحمر وكزبره مفرومه وفلفل سبايسي. مش تحتاج اكتر من عصره ليمون وملح. حلو جدا. عايزه اقول للناس بقى الفلفل السبايسي ده, انا عايزه اوريه للناس كده. ده من احلى الحاجات اللي بتبقى. استنى بس لما الناس يشوفوا المقادير. الفلفل اللي هو الصغير المجفف ده, ده من احلى الحاجات اللي بتبقى موجوده في الاكله. دي حقيقه, يعني فعلا حلو جدا. احنا ممكن يعني مش منتشر عندنا قوي. موجود منه وبس, يعني مش كتير. هو البذر بتاعه هو اللي بيخليه كمان سبايسي اكتر. تحفه, وخصوصا مجفف احلى حتى من الفلفل اللي هو الاخضر العادي السبايسي. انتنس اكتر. طيب نبدا بقى مع بعض كده. اول خطوه يلا بينا. قولي لي انت اكتر مطبخ بتحبي ايه؟ انا بحب فيه مطبخين بحبهم, بحب المطبخ الهندي وبحب المطبخ المكسيكي, عشان بحس ان فيهم لعب كتير, فيهم نكهات كتير ممكن نظبطها مع بعض. وبعدين فكره ان هما بيبقوا فاهمين قوي ان احنا ازاي, ان انا طالما استخدمت حاجه سبايسي استخدم معاها حاجه فريش. نودي بقى الطاسه عشان تسخن. يلا بينا. لو استخدمت حاجه سبايسي استخدم معاها حاجه فريش, استخدم الليمون عشان يبين الاكل سبايسي اكتر. التوابل كلها ليها يعني نسبات معينه. بس انت شكلك بتحب التوابل. يعني انا في ناس كتير تقول لك انا بحب, يعني انا بحب الحاجات المشويه جدا مع حاجات يعني طبيعيه زي بصل وفلفل مشوي. الحاجات دي بحبها في الاكلات جدا جدا, بس مش بميل قوي للتوابل. يعني بحب المطبخ الهندي جدا بس بحس ان هو فيه توابل كتير قوي. هي دي الفكره, هي الفكره في ازاي انك يعني تبقي حاطه التوابل بمقادير عامله زي هنا, دي بتفرق قوي. طب انت ليه مش طحنه الكزبره زي ما كلنا بنعمل؟ عشان الكزبره وهي حبوب لما بتتعرض للنار وكده بتطلع الريحه والفليفر بتاعتها اقوى بكتير. فحتى المطبخ الهندي والمكسيكي بيستخدموها حبوب يعني ساعات وتطحن ساعات. عكس عندنا ان احنا دايما زي ملوخيه بيقوم طحنين الكزبره جامد وهكذا. لا, هو ممكن نستخدمها حبوب ويبقى طعمها حلو قوي. هو في حاجه طلعت ريحه قويه, البابريكا والفلفل السبايسي.
احنا ايه الحاجات اللي حطيناها الاخر؟ حطينا البابريكا والكزبره والفلفل السبايسي وحطينا كزبره فريش من اكتر الحاجات المشهوره في المطبخ المكسيكي الكزبره الفريش عامه في التقديم وفي الاكل وهكذا. طب ليه مش بتحطيه قبل السوى؟ يعني انا دايما الحاجات الخضراء كلها بحوشها كده في الاخر عشان تدي فريش. عشان هنا هنا في هتحضر في على الوش كده في الاخر. بس هي ما بتحطي حاجات لما بتتعرض من النار هي ريحتها وطعمها بيخلها زي ليرين كده اللي هو بتبتدي تبقى اعمق في الطعم في دبس في الفليفر. فعشان كده بتتحط في الجزئين انها ممكن في الوش لما نيجي نقدم وبتتحط على التتبيله نفسها. حلو جدا. نزلنا الحته هنا نظلم بقى يلا الفراخ. حطيتي توم صح؟ حطيت توم وهنحط عصير الليمون وبس كده جاهزه ان احنا. بحس ان المطبخ المكسيكي دايما بيميلوا للالوان القويه في الاكل. بالظبط هي عشان حضرتكم كلها كل الالوان الاصفر والاخضر والحاجات الحلوه. وعايزه اقول لكم يعني دي حاجه انا برضو شفتها في الاطباق المكسيكي اللي هي ممكن تكون زي السلد او الحاجات دي. بسيب الحاجات دي للاخر عشان تدي اللون ده او اشوف اللون بعيني قبل ما اكل. اعتقد ان هم بيحبوا يعني دي حقيقه لو حتى بصيتي في لبسهم في رقصاتهم في احتفالاتهم هي كلها مليانه الوان وكلها فيها اختلافات. دي من اكتر الحاجات اللذيذه عامه. فطبعا الحاجات دي بتنعكس على الاكل. دي بقى الصدمه للفراخ بتاعتنا. بصي احنا مسخنين الطاسه جدا جدا. هي دي طاسه حديد ظهر فهي بتحب انها تسخن وبتحب انها تتعرض لدرجه حراره قويه. دي احلى بقى لقطه ان انتوا فعلا لازم تسخنوا وهي كمان الطاسه وهي كمان الفراخ مليانه صوص. دي حقيقة. عصير البرتقال والحاجات الكتير اللي حطيناها. بالظبط بنحط الفراخ على الناحيه اللي فيها الجلد. واهم حاجه عامه في تسويه اي بروتين ان انا لما احطه على النار ما اقلبوش على طول. ان انا لما بقلبه على طول اولا هيتهري. بالظبط وبعدين بينزل ميته. فتلاقي انك لما اكلتي الفراخ كانت ناشفه او لما اكلتي اللحمه كانت ناشفه منك. طب قولي لي اعمل ايه تاني كده؟ ان انا لما احط الحاجه مش هقلبها دلوقتي. هستنى شويه لما تاخد لون وهي هتفك من الطاسه لوحدها مش هتلزق مني. ولو انا مثلا عامله كميه اكبر من كده لا ما زودش في الطاسه لان درجه حراره البروتين قليله. فمثلا طالع ساقع شويه او كده والطاسه سخنه فانا بقوم مقلله درجه حراره الطاسه بتاعتي اخلي اللحمه او الفراخ تنزل ميتها. واحنا مش بنكون عايزين ان ده يحصل. طب احنا هنشوف دلوقتي مع بعض. هتسيبي دلوقتي طالما خدت لون. بصي انا محتاجه بص انا عايزه بس الكاميرا تيجي هنا. الفراخ على طول احنا حاطينها قدامكم على طول. هو على فكره اهم حاجه واللعب كله عشان نوصل للشكل ده ان احنا سخنا الطاسه جدا يعني سخناها بشكل كبير. انا عايزاكي بس عشان يعني ايه الناس اللي لسه فاتحه دلوقتي نقول المقادير تانية على الفرخ. فرخه صغيره قطعناها اربع ارباع حطينا فيها كوبايه برتقال معصور وعصير ليمون بالظبط وملح وفلفل وبابريكا وفلفل سبايسي اللي هو المجفف الاحمر. بالظبط. وايه تاني؟ وحطينا توم مفروم توم وكزبره مطحونه كزبره مش بقدونس. بالظبط. وشويه زعتر بس كده. بس طبعا عايزين نعملها انها تبقى سبايسي شويه اكيد نقدر نعمل كده لو حد مش عايز الاكله تكون سبايسي قوي عليه. بس احنا كده جاهزين نشيل بقى الطبق ده خالص. احنا كده خلصنا الطبق ده. احنا كده تمام. احنا كده جاهزين ان احنا ندخلها الفرن تكمل سوا. احنا نسيبها شويه يعني ولا انت عايزه تدخلها الفرن دلوقتي؟ هي ممكن تكمل صدمتها شويه وبعدين ندخلها الفرن. وكده كده الصدمه اللي احنا عملناها في الاول حافظت انها ادتني لون خلت الفراخ ما تنزلش ميتها. فاوريدي كمان هتساعدني على انها سواها يكون. طيب نحضر السلطه وندخلها على طول يعني كمان دقيقه كده ممكن. يلا بينا نعمل كده. ندخلها عشان انا حابه اللون اللي هي ايه اخدته في الاول. طيب المطبخ الامريكي قريب شويه من المطبخ المكسيكي في حته معينه. هي زي. في حاجه حصلت ان ناحيه تكساس والمكسيك خدوا حضاره المكسيك والاكل المكسيكي وعملوا حاجه اسمها تكس ميكس. تكس ميكس ده اللي هو مشهور قوي في المطاعم عندنا ومشهور كمان قلبوه فاست فود شويه. فاللي حصل زي ايه مثلا الناس اللي زي مثلا اقول لك مثلا الناس دايما بتطلب تاكوز. التاكوز بيكون عليها جبنه شيدر مبشوره مثلا. دي مش حاجه مكسيكان. دي حاجه حصلت في يعني مقابله المطبخين دول اللي اتحولت شويه دمجوها مع بعض عشان تطلع عشان تليق اكتر. زي مثلا هنا مثلا بنروح ناكل في مطاعم اكل هندي او اكل اسيوي تحسي انها بيحصل لها شويه انها بتبتدي تاخد من البلد اللي هي فيها عشان تبقى مناسبه للناس تحب طعمها وتقدر تاكلها او كده. فده اللي حصل. ممكن نقلب الفراخ وبعد كده نكمل السلطه مع بعض ونكمل كلامها. هي الفراخ الجاهزه هي مش محتاجه تتقلب. احنا كده ممكن ندخلها الفرن خلاص. ندخلها زي ما هي كده. زي ما هي هتستوي يعني. تمام. طب يلا انت فاتحه بقى الفرن من ناحيتين من فوق وتحت ولا تحت؟
الفرن مفتوح من فوق ومن تحت ومتسخن قبل كده، يعني اوريدي هي داخله على درجه حراره، عشان احنا اوريدي هنا درجه حراره سخنه مش كاني هبدا من الاول، فاوريدي نبقى مجهزين الفرن بتاعنا ويكون سخن. جميل. طيب احنا بس بنعمل طبق السلطه المكسيكي اللي احنا كلنا شايفينه، بس انا كنت عايز اسالك على حاجه بقى. ايه انت قلتي لي في مطبخين انت بتحبيهم، المطبخ المصري انت فين منه؟ بحبه جدا، بس احنا انا عيلتي كلها بتحب الاكل قوي من ناحيتين، فعارفه لما تحسي ان كل حد واخد جزء بتاعه، فمثلا فانا مامتي اكتر ناحيه المطبخ المصري، انا بحبه وبعمل اكلات كتير من المطبخ المصري، بس ببقى رايحه اللي هو انا عايزه اكتشف حاجات اجدد، عايزه اعمل وصفات اجدد، فخلاص يعني المطبخ المصري احنا عارفينه، فاهمه؟ كل الناس اللي بتحب الاكل المصري ما بيحبوش يجربوا حاجات تقيله جديده، مش تقيله يعني جديده، بيبقوا مستكفين بقى بالاكل المصري الجميل اللي احنا كلنا عارفينه، فيقول لك لا انا مش عايزه اجرب. انت بقى عملتي ايه مع اهلك ان انت دخلت لهم الوصفات الجديده او الغريبه او مثلا من بلاد تانية؟ مره كده جربتي، ولا هما لما كانوا شافوكي ان انت بتنزلي وصفات وبتنزلي صور عملت لهم حاله اغراء ان انت انا من صغيره في المطبخ، فكل شويه اللي هو عارفه من صغيره تعالوا نجرب كذا، تعالوا نعمل كذا، بدات اعمل وصفات جديده واحط، عارفه نعمل لجنه تحكيم، ها ايه رايكم في الوصفه دي، حبيتوا المطبخ ده وهكذا، فلا يعني فبدا واحده واحده نكتشف شويه يعني نجرب حاجات من المطبخ المكسيكي، نجرب حاجات من المطبخ الهندي، وبالعكس يعني طبعا اللي هو بيبقى مثلا ايه في اكل تقليدي مصري احنا بنحبه، ده مثلا لو عندنا عزومه لازم يبقى موجود، بس واحده واحده جنبها ببتدي ادخل اكلات جديده، حتى لو احنا عازمين ناس يبقى في المطبخ المصري موجود، بس ابتدي اعمل مثلا طبقين من المطبخ الهندي او هكذا جنبها. الناس دلوقتي اتجهت قوي لموضوع الدايت، انها تحاول تعمل لنفسها لايف ستايل معين، اكلات معينه، ونفس الوقت عايزه تعمل حاجه جديده، يعني في ناس كتير عايزه تعمل حاجه جديده غير المعتاد اللي هي تعرفه. السلطه دي بقى تنفع الدايت؟ هي عشان انا ناس اللي فيه بس وكل إيه انا عارفه انا حاجه، هي تنفع لان هي كلها خضار، واحنا حتى ما حطيناش عليها ولا زيت زيتون ولا اي حاجه، هي مش محتاجه غير الليمون والملح وبس كده، وهتبقى جاهزه. والفكره هنا ان هي فليفرز يعني نكهات مقابله بعض، يعني عندنا مثلا الاناناس مسكر، فممكن الناس تخاف من حاجه زي دي شويه، بس نفس الوقت استخدمي فيها بصل احمر مش بصل ابيض، لان البصل الاحمر حاد، فلما ده بيقابل ده مع المزازه بتاعت الطماطم مع الفريشنس اللي موجوده في الكوسه. خلاص معلش لما ادوق، عشان انت كده انا هتكلم وبصل احمر وبصل اخضر، انا عايزه ادوق عشان انا اقرر. طب ايه الفرق يعني، ايه الموضوع يعني؟ ماشي انا هدوق السلطه، بس انت حاطه فلفل سبايسي كتير. حاولي تبعدي لو مش بكتير. ما بعيده عشان بس ايه. ماشي. خدتي اناناس اهم حاجه؟ ايه الخضره اللي انت حطاها؟ كزبره فريش. بس كده. حاسه بايه؟ حاسه في حاجات كتير تحفه. قد ايه يا جماعه الكزبره؟ والله العظيم حاجات رخيصه جدا جدا، زي الجرجير بالظبط، بس احنا دايما كلنا بنستبعدها او بنخليها مع المحشي. طعمها تحفه، حاسه تحفه تحفه، وفعلا يعني ايه تحس ان في حلو مع حادق، يعني حاجات مقابله بعض، حاسه بقيمه كل حاجه. تحفه يعني، سلطه بسيطه جدا وكل مكوناتها موجوده. الكزبره عايزه اقول لكم هي ودتها في حته ثانيه خالص مع البصل الاحمر، ففعلا حلوه جدا. انت عندك صفحه بتعملي اكلات كتير، الفراخ حلوه جدا طبعا، انا يعني متشوقه ان انا ادوقها، لان كمان كان فيها صوص جديد ومختلف. احنا ممكن نعمل ايه جنبيها؟ ممكن جنبها نعمل رز بطريقه برده مكسيكي كده. طب يلا نقول الطريقه، لان انا فعلا بحب يعني ما بحبش اكله انا اكملها من عندي، يعني انا الاكل دي عمري ما عملت جنبيها مكرونه، بس عايزه رز بطريقه جديده غير الرز الشعريه وغير الرز الابيض. ماشي، هنعمل الرز بتاعنا، هنجيب حله ونحط فيها شويه زيت زيتون، وعايزه اقول لك الكزبره فيها كميه نكهه في عيدان الكزبره، يعني احنا استخدمنا الكزبره بتاعتنا، لا ما نرميش العيدان، نخلي العيدان نديها تشويحه مع زيت الزيتون بتاعنا، ننزل بالرز ونديله تشويح عادي جدا. والفكره بقى كلها في ايه؟ ان احنا نيجي في خلاط نحط كزبره ونحط ليمون ونحط فلفل اخضر. ثواني، احنا دلوقتي جبنا عيدان الكزبره الخضراء بالظبط اللي احنا قطعناها دي، مش هنرمي العيدان بتاعتها، هنشوحها مع زيت الزيتون. طب والرز؟ طب ما هيبقى باين قوي في الرز. لا هنطلع هنشيلها واحنا بنقدم، تبقى هي واضحه كبيره مش هنفرمها، هي هنسيبها عصيان كده فهتعرف تتشال وانت بتغرفي الرز عادي بس. والخلطه كلها هنطلع رز لونه اخضر وريحته كمان فريش قوي، ان انا في خلاط الرز هياخد لون من العيدان؟ لا هياخد بقى لون من الصوص اللي احنا هنعمله، هنيجي في خلاط نضرب كزبرة فريش. خليكي اول ما هنشوح الرز عادي مع العيدان بالظبط، شوحناه خلاص ونشف شويه هنقفل عليه، هننزل عليه بقى بحاجه احنا محضرينها في الخلاط. الميكس ده بقى الميكس ده عباره عن كزبرة فريش،
كزبره فريش زي اللي احنا قطعناها دلوقتي اللي هي العاديه دي. بالظبط، هنحط حبه كده من الحزمه على طول. هنحط فلفل قر، فلفل حامي لو احنا حابين، هنحط كميه عصير ليمون كده مثلا ليمونتين مثلا، نحط حبوب الكزبره، نحط كمون وملح وشويه ميه وبس. زي ما بنيجي نسوي اي رز بنستخدم مرقه او بنستخدم ميه في تسويته. دي المرقه بتاعتك؟ دي المرقه بتاعتي. على قد كوبايات الميه اللي احنا على قد كوبايات الرز. هي هنبدل فكره الميه اللي احنا بنعملها في اي طريقه رز بالصوص ده. بالصوص ده هيدي ريحه ولون وطعم مختلفين جدا، حاجه احنا مش متعودين عليها، وهتليق قوي على الاطباق اللي احنا عاملينها. تسلم ايدك والله، فكره جميله جدا. يعني قالت لي الرز كمان هيطلع لونه اخضر. اه دي حقيقة. بس ده مكسيكي برده. اه تحفة. عندهم برضو الكزبرة زي عندنا كده. اه ليها تقدر. ليها اه ليها قيمتها. وبتبان فريش اكتر بكتير من عندنا، احنا ممكن بنخبيها شوية في المحشي او كده. اه بس. بس هنا لا، هي بتبقى ظاهرة وواخدة. انت عارفة ان انا عمري ما دقت الكزبرة لوحدها، يعني دايما البقدونس هو اللي بيبقى طاغي على الخضرة. يعني هو لا يعني مش قصدي ريحته، هنا احلى. هنا الكزبرة تليق اكتر. بس احنا انا قصدي اللي دايما بيبقى باين في الخضرة، اول كلمة تقوليها بقدونس. بقدونس. ما بنقولش ولا شبت ولا بنقول كزبرة. يعني الشبت برضو ريحته تحفة وطعمه فعلا. ويجي على اكلات السمك بطريقة يعني حلوة جدا. اتجهتي للمطبخ من امتى؟ او انت حبيتي المطبخ من انت صغيرة؟ قلتي لي مين اللي شجعك بقى ان انت تبقى عندك صفحة وتعملي وصفات وتنزليها؟ هو عيلتي واصحابي. والموضوع بدا ان وقت الكورونا كنت قاعدة انا وقريبتي وكنا بنعمل ريسبيز، احنا بنعشق المطبخ، فقاعدين عادي زي اي حد اكتشف نفسه وقت الكورونا، فبنصور الوصفات ونزلتها ستوريز عندي على صفحتي عادي. بعدين جه في بالي فكره ان هو طب انا بحب الاكل. انت بتشتغلي؟ اه ده غير ال لا في العادي انا اصلا خريجه اعلام ميجر ماركتنج. فاللي هو جه في بالي اللي هو طب انا بحب اعمل اكل، طب ليه ما اعملش اكل مع الناس وفي نفس الوقت اسمع منهم؟ يعني انت بتشتغلي فين؟ انا دلوقتي مش بشتغل. بس قبل كده كنت بشتغل في حاجات برده ليها علاقه بالاكل، يعني ماركتنج بس ليها علاقه بالاكل. بس فحسيت ان هو لا انا عايزه اعمل حاجه ان انا اطلع اتكلم مع الناس عن الاكل، نعمل وصفات سوا، نفكر سوا واسمع منهم برضو. فمن هنا بدات موضوع البيت. انت عندك صفحه بتقدم يعني لاينز كتير، كل حاجه كده بتعمليها فتره كده وبعد كده بتطلعي بحاجه ثانيه. ايه الحاجات اللي بتميلي ليها قوي في الصفحه مش بتحبيها؟ انا بميل لفكره عامه ان انا اعمل سيزن، يعني ان انا ما نزلش النهارده وصفه واشوف هعمل ايه بعد كده، لا بقعد من قبلها بفتره ممكن بشهرين او حاجه، بقعد احضر اشوف ايه السيزن اللي جاي او هيليق على الفتره اللي جايه وهعمل فيه ايه مختلف، وابتدي اعمل برومو، انزل للناس اعلان الاول افهمهم ان احنا الفتره الجايه دي هنبقى بنعمل كذا. يعني جيت مثلا في وقت رمضان قلت رمضان 30 حلقه والمسلسلات وهكذا، خلاص 30 وصفه لرمضان. كنت حتى بصور من قبل بكتير قوي الحلقات. انت عندك صفحه اللي هي كوك بوك، نادينز كوك بوك. حلو. ال- 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 الصفحه عندك تحس انها مطحه المطبخ، الوان كتير، انت عامله ديزاين كده معين، اختيارك لده كان ايه؟ انا لما اللي هو خدت بقى دراسه الماركتنج كده لما جيت ابدا الموضوع وقلت انا عايزه اخلي ده اقعد ادرسه كده. فدايما بالنسبه لاي حد المطبخ في دفى، في فكره البيت، في الوقفه وان احنا نرغي مع بعض. مفيش حد يدخل يعمل اكل من غير ما يكون بيحب المطبخ بتاعه. ولو في اكله حلوه تلاقي البيت كله فاهمه في دفى وكده. فكنت عايزه الصفحه لما حد يفتحها يحس بفكره البيت. استخدمت الوان الشمس اللي هو سان شاين، عملت كولر باليت، قلت دايما هخلي التصوير محافظ على الالوان دي، هرد بستيكرز فيها الالوان دي، هستخدم كل الحاجات ان هو لما تخشي عندي تحس انك دخلتي مطبخ البيت كده، في دفى وفي شمس وفي اكل حلو. كنت مركزه قوي على الموضوع ده وعلى الالوان دي بالذات. مقسمه انت الصفحه، احنا كنا بنتكلم ان انت عاملاها زي سيزون كده وكل فتره بتعملي حاجه معينه. بالظبط. ليه اخترتي كده؟ وهل اللاين ده ساعدك ان انت تنتشري او ناس يعرفوكي؟ بالظبط، هو اللاين ده خلى كمان ان الشخص اللي بيتفرج بيبقى مستني، يعني عارف الفتره دي احنا بنعمل ايه، زي مثلا 30 حلقه بتاعت رمضان، فاوريدي انا مجهزه ده، فده ساعدني كمان ان انا اشتغلتي اكتر في رمضان. ده عشان كانوا 30 يوم ورا بعض، كل يوم وصفه، كل يوم وصفه. بس انا كنت عايزه اسالك على حاجه بقى. يعني السؤال اللي ممكن ناس كتير قوي يسالوه، الاكله بتاعت كل يوم هي كانت اكله البيت؟ لا انا بقول لك انا بدات عشان يبقى كله جاهز والاديت خلصان والتصوير خلصان، فاللي هو الناس كلها مثلا في شهر واحد عادي انا معلقه زينه رمضان عندنا في المطبخ وبصور. يعني انت عملتي قبلها من بدري؟ بالظبط، عشان اخلص الاديت، عشان اخلص كل حاجه، كنت عامله بلان بحيث وقت ال 30 يوم تبقى كل الحلقات جاهزه ما تتاخرش. فده كان مثلا رمضان، خلصت رمضان كنا داخلين على سيزون الامتحانات، فعملت كانها شابتر ومذاكره، اللي هو سميت الحلقات بشابترز كاننا بنذاكر مع بعض. حلو جدا. عشان اي حد بيبقى زهقان وقت المذاكره وبيفضل فاتح الثلاجه واقف قدامها بيبقى عايز ياكل حاجه مثلا مسكره او حاجه مفيده او هكذا، فوقت الامتحانات عملنا شابترز للمذاكره. الايديت بقى والديزاين والحاجات دي كلها انت اللي بتظبطيها؟ لان انت قلت لي باخد وقت قبليها بشكل كبير. بالظبط، دي انا اللي بعملها، ان انا بعد ما بصور بعد ايديت واعمل خطتك. او مثلا كل واحد بيبقى عنده بعد كده بيبقى عايز يوصل بشكل معين، يعني نظرتك كانت ايه ان انت عايز توصلي لايه؟
انا اكتر حاجه فكره ان انا عايزه اخلي يعني اكتر حاجه حتى بتكلم فيها مع قرايبي ان احنا فكره ان برامج الطبخ او حتى ما بيقول لحد اكله بيقول له ريسبي مقادير 1 2 3. انا كنت عايزه اوصل بالذات السيزون الاخيره شغاله عليه دلوقتي ان احنا لما نيجي نتكلم في الاكل او انا هكتب لكم الريسبي موجود بس انا هكلمكم اكتر احنا ليه عملنا ده دلوقتي، ليه اخترنا النكهه دي، ليه ظبطنا ده مع ده، عشان واحده واحده الشخص هو ابتدي يتفرج يبقى عنده السنس بتاعه، يبقى لما بيخش المطبخ عايز بقى يعمل هو طريقته، سمع كتير بدا يبقى عنده رؤيه لحاجات معينه فيبدا يبقى عنده شخصيته في اكله. السؤال او الكلمه بتاعت كل الامهات او كل الستات اللي بيشوفونا او كل البنات، هناكل ايه بكره؟ هناكل ايه النهارده؟ يعني انت فكرتي في الصفحه بتاعتك ان انت عايزه تبعدي السؤال المعتاد لكل طبعا الستات اللي بتشوفنا دايما سؤال محير في اكل كتير بس احنا دايما مكسلين ومش عارفين نعمل ايه، عارفه اللي هو التردد ده. هو ده كان فكره السيزون، احنا بس نبص على الفراخ بتاعتنا تحفه. انا عايزه اقوم انا اللي اجيب الصينيه الفراخ احطها قدامي بس اديها فرصه. احنا اكتر سؤال مشهور في البيت اي بيت انا كل بكره انا كل النهارده الاجابه بتكون اي حاجه صح طبعا. فقعدت قلت بس هو سيزن مبني على سؤال واجابه، سؤال هناكل ايه النهارده وسميت الحلقات باسامي الاجابه اللي هو اجابه السؤال النهارده الاكله دي ومش بعمل ده في رمضان. لا 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 ده اللي انا شغال عليه دلوقتي، ده اللي انت شغال عليه دلوقتي بالظبط. ان هو طب هناكل النهارده، هناكل النهارده فراخ مكسيكي معاها سلطه بالقناب بترد خلاص بترد بده على طول، بيبقى الحلقه فيها السلطه فيها الرز فيها الاكله كامله هتنزل ازاي. فبحيث ان الشخص لما يبقى حيران كده يبقى الحلقات كلها فيها اجابات لوجبات كامله مختلفه لسؤال هنتغدى ايه النهارده. في نفس الوقت كنت بحاول ادخل في الحلقات ان احنا ازاي نظبط نحضر ايه من قبل، ازاي اللي هو ما نزهقش من وقفه المطبخ، نحط مثلا تتبيله مثلا فراخ او لحمه نحطها في الثلاجه ساعتين قبل بالظبط او من بالليل وكده يبقى اسهل كمان علينا، ازاي ارتب المطبخ، ازاي مثلا لما اجي اغسل الخضار او اقطعه ابقى انا عارفه ان انا هستخدم الخضار ده في الاكله دي فاقطع واغسل مره واحده عشان ما افضلش رايحه جايه فاحس ان انا بقعد في المطبخ وقت كبير قوي. طيب في سؤال برده من الاسئله الشائعه اللي ناس كثيره قوي ما بتبقاش عارفه اجابته. كلمة هناكل ايه النهارده اللي انت قلتيها دي ممكن تريح ناس كتير، ان انت خلاص ناس كتير متابعينك وخلاص هياخدوا باللي انت هتعمليه وخلاص، وفعلا الاكل انا شايفه ان السلطه طلعت حلوه جدا وريحه الفراخ تجنن. السؤال بقى هنا انت كنت عايزه توصلي لكل ام او كل ست في البيت ان هي يعني الكونتنت بتاعك توصله لها بفكر مختلف ان انت عايزه تخاطبيها ولا تعملي اكلات حلوه؟ لا بفكره ان انا عايزه اتكلم معاها في المطبخ تخطبيها. ده اصلا انا عملت بيت عشان نتكلم سوا تخطبيها بالظبط، مش تعملي الاكل على ممكن اي حد يعمله عادي بالظبط. الوصفه مكتوبه بكتبها 1 2 3 بس تعالوا نتكلم اكتر، تعالوا نقول احنا ليه عملنا كده. طيب في تعليقات اكيد بتجيلك صفحتك فيها ناس كتير ويعني اكيد فيها تفاعل بين الناس وبينك، في ناس ابتدت تكلمك وتقول لك اعملي لنا كذا عايزين كذا، احكي لي بقى التفاعل معاكي ومع الصفحه. دي حقيقة ان الناس بتبتدي مثلا بيبقى في اكلات معينه هم عايزينها، فانا مثلا لو انا حتى عامله البلان بتاعت رمضان مثلا كانت معينه فلو جالي حاجه لا ممكن اصورها في النص وانزلها بناء على الطلب. لو مثلا في حاجه زي انه عايزين اكلات هيلثي اكتر او كده ابتدي خلاص ادخل ده في البلان بتاعتي واجهزها عشان اسمع من الناس واشوف برده هم حابين نقدم ايه مختلف. ساعات ناس كتير بتبقوا اصحاب محتوى زي كده بيعملوا مثلا اكلات او اي حاجه تانية يعني بيلاقوا انتقادات كده من ناس بتبقى خارجه لهم كده ما تعرفيش جات لهم منين، وانتقادات كده ممكن تكسر مقاديف اي حد، وممكن في ناس كتير قوي بتتاثر تقول لك لا 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 خلاص انا مش هكمل. ساعات بتشوف الانتقادات دي مثلا حد يتريق مثلا يعني ايه فراخ بالاناناس، احنا الشعب المصري يعني بيحب يتريق يعني الجو. ساعات لما بتسمعي الانتقادات دي بتحاولي ان انت توصلي لهم او بتردي او ولا بتتجاهلي وتكملي؟ لا على حسب يعني في انتقاد لا اللي هو انا ممكن اشرح او ممكن اقول لك الاكله دي ليه بس انت شكلك ما بتتاثريش. يعني تمام يعني اللي هو خلاص ده رايك بس ده وده رايي حاسه انه عادي تمام، وبعدين انا خلاص انا برضو اخترت ان انا هعمل اكله مختلفه فهسمع اكيد في حد هيحبها واكيد حد مش هيحبها. ده بالذات في الاكل، الاكل مليان اراء ومليان كل واحد عنده الفليفرز اللي بيحبها والتيست بتاعه في الاكل، فحاسه ان حاجه زي دي لا تمام. يعني ممكن مثلا هو حد ممكن بالعكس في حاجات بقى مثلا لو طريقه كلام حاجه ليها علاقه لو انا مثلا بتكلم بطريقه معينه بستخدم حاجات انجلش كتير الطريقه اللي ما حدش بيسلم منها فبدأ لا في حاجات بتيجي بطريقه لذيذه فخلاص الواحد بيخلي باله مثلا بكتب حاجه بالانجلش بالعربي لو انا عشان عايز المكونات بالطريقه دي او بالطريقه دي، او مثلا لا لو قلت حاجه ببقى قايلها بكذا طريقه عشان تبقى سهله لاي حد انه يبقى عايز يعمل الاكله دي. طيب انت ليكي برضو جزء على الصفحه في نصايح كتير جدا للعزومات اللي في ناس كتير قوي
بتحتز بالبلدي كده بيها، تقول لك انا ما اعرفش انا هعمل ايه، انا عندي عيد ميلاد، انا عندي عزومه، انا مش عارفه ابدا منين ولا منين. يعني العزايم دي نفسها بتبقى عامله لنا ازمه كمصريين. ازاي ارتب للعزومه وارتب قبلها بقد ايه؟ أوكي. سواء العزومه دي عدد افراد من اول 10 فيما فوق. ماشي. اول حاجه انا حد بيحب العزومات جدا، فبالنسبه لي لما طب ما بتتوتريش من العزومات؟ لا بالعكس بالنسبه لي، بس اكيد عشان بترتب لها بالظبط. هي الفكره ان احنا لو رتبنا صح هنلاقي نفسنا نتكلم كده نجيب الفراخ، لان انا شايفه انها احمرت جدا. ايوه تحفه. خلي بالك عشان ما تتلسعيش. بس بقى انا يعني انا اللي هنصح النهارده مش نادين. احنا يعني ربع ساعه بالظبط. بص الفراخ بقت عامله ازاي. خلاص هي تقريبا الفراخ خلصت وصغيره جدا الفراخ واستوت. احنا مش عاملين نسخه على فكره، دي اللي تبلناها قدامكم من شويه بس. خلاص اما تهدى شويه هنزينها وهتكون جاهزه. طب فين الطبق التزيين عشان نزينها؟ احنا لما الطاسه دي هي اللي هنقدم فيها. من احلى الحاجات في الطاسات اللي هي الحديد الزهر دي ان هي الاكل بتقدم فيها، لانها كمان بتحافظ على سخنيتها وقت طويل قوي، فبتطلع على السفره وتفضل جاهزه للناس جاهزه. حتى الجرنش ده برضه حاجه اختياري. طب نزينها كده مع بعض ونتكلم عن العزومات اللي كلنا بنحتاس فيها. العزومات هقول لك، العزومات اول حاجه ان انا هقعد كده افكر. انا عندي اول حاجه عندي السلطه نوديها هيك عشان احنا هنحط الاطباق كلها. يلا بينا. اول حاجه انا جاي لي اطفال ولا لا؟ دي حاجه مهمه قوي. لو انا جاي لي اطفال يبقى هنعمل مينيو صغيره كده، الاكل يناسب الاطفال ويبقى سهل عليهم ومش سبايسي وكل الحاجات دي. بعدين هبتدي اشوف عدد الافراد اللي عندي وابتدي انوع، هعمل كذا نوع بروتين. كل ده انا بفكر بيه ومعايا قبلها بقد ايه ورقه وقلم. يومين ثلاثه كل ما يبقى عندي وقت. في عزومات بتيجي مفاجاه، بس كل ما يبقى عندي وقت يبقى الموضوع ألذ. فابتدي اكتب بقى. نشتري حاجتنا من قبلها ونحطها في الفريزر عادي واطلعها الصبح او قبلها بيوم وابتدي اتبل الحاجه. هي دي الفكره، ان احنا لما نكتب هنكتب ازاي؟ مش هنكتب بس الاكلات، لا هنكتب كل اكله وهنكتب كمان المقادير اللي فيها. يعني انا هعمل الفراخ دي هكتب المقادير بتاعتي لحاجتين. خلصنا؟ احنا خلاص يا سيدي. ممكن نحطها بقى هناك ونكمل كلامنا. الناس تقوم دلوقتي تشوف الوصفه الجميله. انا هقوم بعد ما اختم دلوقتي الحلقه هقوم اكل الفراخ واشوف، لان الريحه فعلا حلوه جدا جدا. الصوص اللي هي حطيته القطع الاناناس مع عصير البرتقال مع الكزبره مدي ريحه تحفه وجديده ومختلفه زي ما حضراتكم طبعا شايفين. احنا سوينا الفراخ تقريبا ما خدتش ربع ساعه، اديناها الصدمه الاولى على النار. نرجع بقى نكمل العزومات. ترتب ازاي؟ هكتب الاكلات اللي عندي وبس. وانا بكتب الاكلات هكتب المكونات اللي فيها زي ما عملنا الاكلات دي. لو سلطه الاناناس اكتب كل المقادير ليه؟ عشان لما انزل السوبر ماركت كل مره واحده بالظبط ما انساش حاجه وما انساش التفاصيل. اللي هو مثلا باجي اقدم ورق عنب يا خساره نسيت اجيب الرمان اللي هحطه، نسيت اجيب ما اعرفش ايه، نسيت اجيب ايه. ده كله مكتوب عندي بالظبط، كل المقادير مكتوبه. ولو في ستبس انا مش عايزه، في ستب مثلا انا مش عايزه انساها اكتبها في الورق ده. انزل اجيب حاجتي، اجهز حاجتي من بدري. ويوم العزومه زي المطاعم كده لما بتعملي اوردر مش بيعلقوا ورق فيه الاكلات وعندي كذا كذا، هعلق الورق بتاعي في المطبخ، فعيني تفضل دايما وانا شغاله على او ما انساش خطوه معينه، كل حاجه تبقى قدامي فيبقى الموضوع منظم اكتر. بس واجي بقى عند البروتين، لو انا اقدر اتبله من بدري يبقى احسن كتير. الخضار بتاعي انا عارفه ان انا هعمل كذا وكذا، اغسله واقطعه واشيله في الثلاجه بحيث اصحى يوم العزومه يعني انا بحط حاجه على بعض او محتاسه كده ومش عارفه ابدا منين ولا الدنيا تبقى جاهزه قدامي بالظبط. حتى السفره بتاعتي انا بقى خلاص عرفت هعمل اكلات ايه، هاجي مثلا اجهز الاطباق واجهز الطبق فيه ورقه مثلا ده طبق الورق عنب وطبق الرز بالخلطه، عشان حتى لو حد هيساعدني يبقى على طول مش يعني عمل الحاجات اللي انا عايزاها، حط الحاجه في الطبق اللي انا عايزاه بس كده. نادين انت نورتينا النهارده وفعلا الاكله ريحتها حلوه جدا، وانا متشوقه جدا 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 ان انا اقوم ادوق الفراخ الحلوه اللي احنا عملناها النهارده. بشكرك جدا على وجودك معانا. كده كل فقراتنا انتهت. يا رب تكون حلقتنا النهارده عجبت حضراتكم. استنونا وحلقات متميزه دايما من هو هنا. اشوفكم على خير في رعايه الله.